ما انا بقول لكم، بس الداكس بتبقى عباره عن 3 حاجات، اللي هي الميجر، ودي الحاجه التوتال اللي بتحسب فيها العمليات الحسابيه، والكولوم لو انت بتحسب على حسبه على كل سطر، كل سطر بتحسب فيه حسبه، والتيبل اللي انت بتحسب معادلات حسابيه بس بتطلع في هيئه تيبل، يعني بيطلع في هيئه توتال كده زي سم او كاونت ايه او اي حاجه، بيطلع لك التوتال بتاع الميجر. والكولوم ده اللي انت بتضرب او بتعمل عمليه حسابيه في كل الجدول على كل صف في الجدول، والتيبل اللي انت بتعمل لها عمليه حسابيه في التيبل. طبعا احنا لسه يعني هنشوف الموضوع ده. انتوا كده شايفين صح اللي انا مشغل الباور بي اي صح كده؟ تمام. تمام جدا. تمام. هو بس بيعمل بس لود. حاضر. ماشي. بصوا، عشان بس ما انتوا عارفين مدخل الداكس بيبقى عامل ازاي. انتوا كده شايفين الحتة دي صح كده؟ ثواني نقفل بس كده الحاجات اللي احنا مش عايزينها دلوقتي. وريت بس شوية يا دكتور، معلش الماوس معانا عشان واخدين بالنا. حاضر حاضر. الماوس اشغل الماوس. حاضر. كده شايفين صح كده؟ الماوس كده متشايف صح كده؟ الو، تمام يا زلمه. يعني انتوا كده سامعيني صح؟ يعني ردوا عليا بالله عليكم يا شباب، معلش انا اسف يعني. تمام ماشي. تمام يا بصوا يا باشا. شباب، بصوا يا شباب، في عندنا كذا حاجه. الميجر اللي احنا حكيناه عليه ده، الميجر ده بتدوس هنا، يعني مثلا لو نفترض مثلا انا عندي رواتب الموظفين، تمام؟ فانا عندي رواتب الموظفين دولت انا عايز اجمعهم، فنيجي هنا عند الميجر، حاجه اسمها تمام نيو تمام ماشي، نيو ميجر، نيو ميجر، واقول له الميجر اهو بيبقى اسم المعادله ايه، او اسم الميجر اللي انت عايز تحسبه ايه. اقول له مثلا توتال سالري، تمام؟ يقول لي انت عايز تجمع ايه، اقول له انا عايز اجمع اللي هو لحظة سم اوف، اول ما اكتب سم بيطلع لي اسم الشيت 1 اهو، يقول لي انت عايز ايه، اقول له انا عايز اجمع راتب الموظف، فاختار كده راتب الموظف واقفل القوس ده ودوس انتر. اول ما ادوس انتر هتلاقي في حاجه ظهرت هنا اسمها ميجر. ميجر، طب انا عايز اشوف الميجر ده ايه. شايفين الكارد اللي انتوا فاكرينه، الكارد اللي احنا كنا عاملينه هنا ده كده، الكارد ده، واسحب عليه توتال سالري اهو، فكده جاب لي التوتال سالري، ودي كده عباره عن معادله. فاهمين قصدي ولا لا يا شباب؟ الو، تمام يا دكتور. دي حاجه كويسه جدا. احنا دي كده اللي انت بتعمل. التارجت، اتفضل قول. انا قصدي ان احنا ممكن نطلع يعني معادلات او نتائج احنا عارفينها مش موجوده في الكولومز بالظبط اللي بالظبط بالظبط، حاجات زي كده. يعني ممكن مثلا تعمل مثلا كارد تانيه، اللي هي كارد تانية اهي. الكارد دي ممكن تروح عامل فيها مثلا، اول حاجه خالص نروح عاملين نيو ميجر تاني، ونقول له احنا عايزين عدد اسم الموظفين، عددهم. العدد يا جماعه في الاكسل كان ايه؟ كاونت. كاونت صح يا دكتور. صح صح كاونت نمبر اوف امبلويز، ونعمل كاونت، ونختار كاونت ايه بقى، ونختار اسم الموظف، اسم ونقفل الموظف. القوس وندوس انتر. هيظهر لي هنا حاجه تانية اسمها نمبر اوف امبلويز، وهنروح سحبنا هنا كده، فيقول لي ان عددهم كام بقى، 19. لما تيجي تقف على نمبر اوف امبلويز هتلاقي هنا ايه اللي هو العدد، الكاونت، تمام؟ فكده احنا عرفنا ايه الميجر. انتوا سامعيني صح ولا غلط؟ سامعيني تمام يا محمد. تمام، انتوا كويسين يعني. ابو واحد انت تمام يعني، ابو واحد تمام. بصوا اهي،
الحاجة التانية مثلا دي كده احنا عرفنا الميجر. في هنا حاجة اسمها كويك ميجر. الكويك ميجر دي بتبقى حاجة اللي هو بيعمل لك عمليات حسابية سريعة، يعني مثلا يقول لك ايه year to date، مثلا quarter to date، ان انت بتدوس هنا وتحط الداتا وهو يسمعها لك. او طبعا suggesting with copilot، بس انا مش شغال عندي copilot ده لان انا حسابي يعني مش يعني حسابي فري عادي. فاهمين قصدي ايه؟ معايا صح؟ تمام. السلام عليكم، انتوا سامعيني كلكم صح ولا ايه يا شباب؟ ولا ما انتوا لسه كده فترانين؟ انا عارف انتوا لسه فترانين، انا عارف. طب تمام، بصوا يا شباب، هنيجي نصغر دي كده. في بقى حاجة تانية اللي هو الكالكوليت اللي في التيبل، كالكوليت التيبل. في هنا حاجة اسمها تيبل فيو، تيبل فيو. او لما تيجي تدوس عليها هنا هيظهر لك شكل التيبل اللي انت في اكتر من تيبل. فانت لما بتيجي تقف على التيبل ده يجيب لك يعني تدوس على الداتا دي يجيب لك التيبل اللي جواها. فاهمين قصدي ايه؟ فده شكل التيبل. فانا بقول له مثلا ايه ده الراتب تاني؟ الموسمي. معلش معلش يا محمد، تاني الحتة ان انا اجيب جدول دي. بص يا شباب، بص يا شباب، ده الشكل اللي احنا شغالين عليه بنسبة 90% في الريبورتات، صح ولا غلط؟ تمام لا قولوا كلكم تمام صح ولا غلط يا شباب؟ انتوا سامعيني؟ تمام تمام مع حضرتك يا دكتور. تمام تمام معلش انا اسف، بس انا على طول بقول لكم سامعيني بس عشان ابقى يعني الناس بس ما او الانترنت ما يبقاش عندي ضعيف وانا ما اسمعكوش وانتوا ما تسمعونيش، فانتوا كده كويسين يعني. تمام 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 بص يا شباب، احنا هنا ده الشغل بنسبه 90%. الباور بي اي ليه يجي حوالي 3 او 4 شاشات، اللي هم ايه؟ الشاشه الاولى اللي انت لما بتيجي تسحب الداتا على الباور كويري، اللي هو ده الباور كويري. فاكرين الباور كويري ولا لا؟ اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو الشكل ده، تمام صح كده؟ دي الشاشه اه تمام دي الشاشه الاولى، وبتقعدوا تظبطوا عليه شويه تظبيطات وما اعرفش ايه. دي الشاشه الاولى. الشاشه الثانيه انا دوست كلوز اند ابلاي، معلش اهو، دي الشاشه الاولى. الشاشه الثانيه اللي هو التيبل فيو، اللي انت بتشوف الداتا من جوه، شكل التيبل بيبقى عامل ازاي، اسمه تيبل فيو اهو، صح كده؟ مظبوط طيب. تمام. الشاشة التالتة حاجة اسمها موديل فيو. الموديل فيو ده اللي انت بتربط داتا بداتا. طب احنا عايزين نشوف الموديل فيو ده، لما شرحت لكوش المرة اللي فاتت هنعمل ايه؟ هنيجي هنا كده ونعمل جيت داتا، ونجيب مثلا الاوردر واليوزر. هنجيب الاوردر اهو واعمل له لود عشان بس انا اشرح لكم بس سامعيني صح ولا يعني سامعيني صح؟ عشان المره اللي فاتت انا شرحت لكم الحاجه على الشيت اكسل فقط، ما شرحتلكوش على حاجتين مع بعض مربوطين ببعض، فاهمين؟ فانا دلوقتي جبت شيت اسمه اوردرز اهو، هيظهر هنا دلوقتي اهو. وهنجيب مثلا الشيت التاني اللي بعديه اللي اسمه يوزر. ده شكل يا جماعه الباور كويري، عشان تبقى انتوا شايفين لما بنيجي نسحب الداتا بنعمل لها يا اما ترانسفورم داتا او لود، عشان بس يبقى انتوا عارفين اللقطه دي. تمام، فاحنا كده عندنا اوردرز ويوزر. لما نيجي عند التيبل فيو، بصوا خدت بالكم ايه اللي حصل؟ ده اليوزر وده الاوردر. بصوا لو تلاحظوا اليوزر والاوردر الكولو، اليوزر قصدي الكولوم مش مح يعني اسم مكتوب كولوم 1 وكولوم 2. فهنعمل ايه؟ سامعيني؟ الهيد، هنعمل الهيد الهيدر صح. هنيجي عند هنيجي عند حاجه اسمها ترانسفورم داتا، صح كده جدع؟ انا بحب الناس اللي بتبقى مذاكره دي. ونيجي عند اليوزر، اليوزر كولوم 1، بس لو تلاحظوا ريجن ومانجر احنا عايزين نخليها فوق. فنيجي هنا في حاجه اسمها يوز فيرست رو از هيدر، فخلينا الريجن والمانجر فوق. خدت بالكم ولا لا؟ تمام. انتوا سامعيني يا جماعه ولا عبد واحد بس اللي سامع ولا ايه؟ كلنا سامعين يا هندسه. يا خليل انت فينك؟ خليل فين صبره؟ فين انتوا ايه يا جماعه، فين انتوا نايمين ولا ايه؟ بس معاك يا باشمهندس، معاك، ما معاك تشغلش بالك بان احنا سامعين ولا لا، كمل. حاضر حاضر احنا معاك ماشي. وندوس كلوز اهي. فلما اجي عند الموديل فيو هتلاقي ان هتلاقي ثواني بس، هو بيعمل ابلاي تشينج ازاي؟ معلش سامحوني الجهاز بس على طول لما بيظهر معايا كولوم 1 وكولوم 2 يا باشمهندس يبقى كده الهيدر مش مقري معايا في صح كده، فنعمل له يوز فيرست رو از هيدر، صح كده؟ تمام تمام تمام. ونيجي بقى هنا كده في الموديل فيو هنلاقي، بص سبحان الله، هي اتعمل لها ريليشن لوحدها.
خدت بالكم؟ اليوزر نيم والريجن. طب دي نشوف ايه اللي ربطهم ببعض. ربط الريجن بالريجن. فاكرين الو السلام عليكم. ايوه ريليشن شيب ما بين الشيتس وبعض. يعني هو بيشوف الكلمات اللي هي شبه بعض وبيلنك ما بينهم. بالظبط بالظبط. دي 1 تو تو ميني. التيبل ده فيه ريليشن كتير قوي متكرره. ده ما فيهوش غير ريجن قصدي كتير متكرره. اما ده ما فيهوش غير ريجن واحده بس الواحده. يعني انت لو جيت هنا عند التيبل فيو وبصيت عند كلمه يوزر هتلاقي ان ريجن سنترال وايست وويست وساوث. يعني مش هتلاقيها متكرره. اما لو جيت عند الاوردر هتلاقي الريجن دي بالهبل. يعني هتلاقي الريجن ده فين الريجن؟ الاسم كذا مره لكذا واحد. اه الريجن كتير قوي. فاهمين قصدي ايه؟ فالباور الباور بي اي عباره عن ثلاثه فيو اربعه فيو قصدي اللي هو الترانسفورم الباور كويري والريبورت فيو والتيبل والموديل فيو. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. احنا شرحنا بس الميجر. فهنيجي بقى نعمل ايه؟ للجدول اللي هي كالكوليت التيبل اللي احنا نعمل table. معادله طيب هو الداكسل في الاخر دي مش هنستخدمها؟ ايه دي اللي هي رابع واحده تحت؟ لا دي لسه ظاهره جديده انا ما بستخدمهاش بصراحه. ما اعرفش عنها حاجه صراحه مش هكدب عليك يعني. يعني دي لسه ظاهره جديده يعني فما اعرفش عنها حاجه يعني او لسه ما ذاكرتهاش معنا صح كده كويس تمام. فهنيجي بقى عند التيبل فيو. انتوا سامعيني صح يا شباب ولا ايه؟ هنيجي مثلا عند تيبل فيو هنختار كلمه مثلا شيت 1. شايفين كلمه راتب الموظف دي؟ سامعيني صح؟ اول ما هنلاقي في الو لا استنى اعمل قصدي شير لل كده. شايفين كويس صح؟ شايفين كلمة راتب الموظف دي يا شباب؟ انتوا معايا صح؟ معاك يا دكتور. راتب الموظف دي هنيجي هنا في حاجة اسمها نيو كولوم. لما تيجي تدوس على نيو كولوم هيفتح لك كولوم جديد هيظهر لك هنا من أول هنا كده. هيظهر لك المعادلة بتاعته هنا كده. بس اصبر بس كده لحظة. الكولوم ده تقول له إيه؟ أقول له مثلا عايز أعمل سالري انكريس مثلا أو اللي هو الزياده السنويه مثلا. الزياده 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 10% السنويه بالظبط 10 20 ايا كان الرقم. فتيجي تقول له ايه الزياده السنويه؟ هنقول له ايه؟ هنقول له الراتب في 1.10 صح كده صح كده. شيت 1 هنقول له شيت 1 اللي هو ايه راتب الموظف اهو. انت اول ما بتكتب شيت هتلاقيه اللي هو الجدول بتاعك. هنقول له شيت 1 اهو اللي هو راتب الموظف في 1.10 ونقول له يساوي انتر. طلع لي ان كل واحد دي بقى المعادله اللي انا بقولها لكم عليها يا جماعه اللي هي كالكوليتد تيبلز كالكوليتد كولوم اللي هي المعادله يعني بتعمل معادله على كل صف في في الجدول. خدت بالكم يا شباب؟ تمام يا دكتور. يعني كده معادله لكل كولوم معادله لكل كرو بكل رو. كده وضحت كده يا شباب؟ تمام تمام. نيجي بقى على اخر حاجه خالص اللي هي كالكوليتد تيبل اللي هو تيبل اللي بتعمل فيه كالكوليتد. بصوا يا شباب في معادله في الاكسل ممكن ما تبقاش عندكم في الـ في الـ في الاكسل اسمها فلتر. دي موجوده في الاكسل وموجوده في الداكس. اسمها فلتر. دي بقى فلتر دي بتعمل ايه؟ انت بتيجي تقول له في الموديلنج دي تيجي هنا في الموديلنج وتيجي تقول له نيو تيبل نيو تيبل. تمام. هو بس الجهاز عندي انا اسف تقيل جدا. يعني هنقول له مثلا انا عايز مثلا المحاسبين. تمام. بصوا يا شباب هنا هنا في شيت 1 هنا كده في حاجه اسمها المسمى الوظيفي. تمام. المسمى الوظيفي هنا كده ثواني اوريها لكم. هنا المسمى الوظيفي هنا كده اهو في الجدول ده في محاسب وفي اداري وفي قانوني وفي كل حاجه. خدت بالكم من اللقطه دي؟ تمام يا دكتور. فانا عايز الجدول اللي انا هعمله يبقى فيه المحاسبين بس. فانا هاجي هنا كده وهاجي هنا في قائمه الموديلنج وهاجي هنا نيو تيبل وهاجي اقول له ثواني بس عقبال ما يعمل وركينج.
محاسبين accounts اي accounts اي. وهنيجي نقول له ايه فلتر فلتر ثاني بس نمسح دي كده فلتر وبعد كده اقول له شيت 1 انت بتفلتر فين اقول له انا بفلتر في الشيت 1 بعد كده كوما يقول لي انت عايز ايه من شيت 1 اقول له انا عايز المسمى الوظيفي بيساوي كلمه محاسب محاسب ونقفل الكوس وندوس انتر بصوا هتلاقي في حاجه هنا ظهرت اسمها المحاسبين اي اكاونتنتس اي خدت بالكم من دي تمام فلما نيجي ندوس على اكاونتنت دي اكاونتس دي هتلاقيها ظهرت دي فمثلا لو احنا اخترنا مثلا جدول مثلا ولا حاجه وحطينا فيها المسمى الوظيفي هنا كده هتلاقيها جاب لي محاسب بس ما تلاقيش جاب لي بقيه المحاسبين خدت بالكم يعني الفرق ما بين ده في جدول ده وجدول تاني هنا كده ان لما باجي اخد المسمى الوظيفي هنا ثانيه لحظه اهو شفتوا عملي جاب كل المسميات الوظيفيه اللي موجوده هنا عشان انا مفلتر على كلمه محاسب فجاب لي المحاسب بس حد خد باله ولا سلام عليكم تمام هو كده فلتر على كل المسميات وهنا فلتر على المحاسب بس ايوه الشيت 1 ده الشيت الاساسي اما الشيت الاكونت ده حاجه اسمها كالكوليتد اهي كالكوليتد تيبل ده احنا عاملينه احنا دي لغه داكس فاهمين قصدي الو تمام يا باشمهندس معلش يا دكتور هو ايه الفرق ان احنا نعمل الكولوم بتاع مثلا زياده بتاعت الرواتب جوه الدكس واللي احنا نعملها في الشيت السورس الاساسي طب لحظه يا ابو واحد لحظه بتقولي معلش كده اقول تاني كده معلش بس الفرق اللي احنا نعمل في الدكس زي ده مثلا بتاع الانجليز بتاع رواتب الموظفين ومن انا اعملها لوحدها في الشيت الاصلي أني شيت أصلي؟ اللي هو شيت واحد لو احنا في السورس الأساسي ليه يعني أني الأفضل اللي أنا أعملها في الأصل اللي أنا أعمل كولوم لزيادة الرواتب أو اللي أنا أعملها في الداكس من جوه الباور بي آر يعني الشيت بتاع الجيت داتا نفسه ليه أنا ما أعملش فيه مثلا كل الترانزاكشن اللي أنا محتاجها ولا ده الأفضل قصده ولا إن أنا أخش أني أني أعمل لحظة انت قصدك على ايه معلش قول لي كده تاني يعني قصدك على التيبل ده قصدك اللي انا بعدل فيه بكتب فيه هنا ولا ايه مش فاهم اللي هو لغه الداكس يا دكتور مش انت عملت زياده الرواتب 10% وعملت نيو كولوم وعملنا لها معادله فده تمام. افضل ولا اللي انا اخش على السورس الاصلي اعدل وارجع تاني السورس اللي انا كاكسل شيت يعني من بره خالص اه مظبوط ايوه لو اكسل شيت افهمني بص كل ما يكون الحاجة جاية من السورس خلصانة بتبقى أحسن. أصل خدوا بالكم مع الوقت يا أبو واحد مع الوقت اللي بيقول لك يعني من ضمن الحاجات عشان تعمل أوبتمايز للباور بي أي عشان تخلي الباور بي أي سهل وسريع ويعمل ريفرش للداتا بسرعة إن تقلل من الكالكوليتد كولومز دي وتقلل من التيبل. أحسن حاجة اللي هي الميجر. كل ما تقلل من التيبلز دي اصل خد بالك دي مع الداتا مثلا بالالوفات بال100 وال200 الف رو لما تيجي تعمل ريفرش بتاخد وقت خدت بالكم فمن الافضل تكون من السورس افضل انتوا معايا ولا ايه اه تمام وصلت ولا ايه لو مش واصله قولوا لي يا شباب انتوا معايا ولا مع الاسف انا بالنسبه لي وصلت فهمت حضرتك تمام يا باشا يعني من الافضل ان لو من السورس جايه من السورس خلصانه ماشي لكن لو انت هتعملها جوه التيبل او النيو كولوم يعني يستحسن تقلل من عدد الكالكوليشن اللي هتعملها كتير على الشيت جوه الباور بي اي عشان يعمل ريفرش اسرع تمام كده يا جماعه لان انت لما بتيجي تعمل ريفرش على حاجه فيها 200000 رو او 300000 رو تلاقيه بياخد وقت شويه كده وصل كده يا شباب تمام كده احنا عرفنا الفكره ما بين الداكس وال
كده احنا عرفنا الفكره ان الداكس بيخرج على ثلاث حاجات، بيخرج على ميجر وبيخرج على كولوم وبيخرج على تيبل. هل كده في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ اتفضل. هو ليه الناس نايمه النهارده؟ هو انا حاسس ان بنوم كده وانا قاعد، مفيش حد بيرد خالص. قاعدين مركزين معاك يا مهندس، احنا معاك والله. والله العظيم ثلاثة، انا بحب ان انا اسمع بس. تمام. لا لا معاك. ماشي ماشي. مركزين بس عشان ما انتهكش. ماشي حاضر ماشي. وواحد بيقول احنا في المواصلات. انا في المواصلات. صبرا انت فينك يا صبرا؟ تمام. فكده احنا خلاص خلصنا اللقطة دي، هنخش بقى على ايه؟ انا بس عرفتكم ان لغة الداكس بتخرج على ثلاث حاجات بس. ما بتخرجش على حاجة رابعة يعني، هي بس ثلاث حاجات دول. نبتدي بقى نخش على ايه؟ نقفل بس كده الباور بي اي ده. حد نزل ماي سيكوال ورك بنش ولا لسه؟ حد نزله؟ لو حد نزله امبارح بس حصل فيه مشكله. ماشي اوكي. بص يا ستي، هنفتح ماي سيكوال ورك بنش ونبتدي نفتح الداتا سورس بتاعتنا اللي احنا عايزين نشرح منها الداتا اناليسز. النهارده احنا جايين نتكلم عن الاس كيو ال. تمام كده يا شباب؟ لو حد لسه ما اشتغلش على الاس كيو ال فهو فايته كتير قوي. انا بص بالمناسبه صح يا شباب، انا قاعد جنبي اخويا ده كينج في الاس كيو ال ده، انا برجع له في اي حاجه. هو قاعد جنبي حاليا وسامعنا دلوقتي، فهو شبح يعني من اشباح الاس كيو ال. فالنهارده ان شاء الله انا جاي لكم احكي لكم عن الاس كيو ال. الاس كيو ال دلوقتي ما بقتش فيها. يوسف انت، انا فاكر انت كنت سالني المره اللي فاتت عن متطلبات، ورحمه متهيألي كانت سألاني عن ازاي ندور بقى على شغل بقى في الداتا اناليست، صح كده؟ بالظبط. تمام. الاس كيو ال دي هتلاقوها مطلوبه يعتبر في 80 90% من الحاجات اللي مطلوبه في الداتا اناليست، مطلوبه اس كيو ال. تمام. الاس كيو ال ان شاء الله احنا جايين نتكلم عنها، وهتبقى الموضوع سهل جدا، ومعايا طبعا الشبح اللي جنبي عشان لو عطلت في اي حاجه هو يلحقني، يعني فاهمين قصدي؟ ف ان شاء الله ان شاء الله النهارده احنا هنتكلم عن اس كيو ال. بصوا يا شباب، ايه هي الاس كيو ال؟ الاس كيو ال حاجه اسمها ستراكتشرد كويري لانجويج. ستراكتشرد يعني منظمه او حاجه كده متنسقه مع بعض. دي لغه برمجه فعلا مخصصه للتعامل مع قواعد البيانات. قواعد البيانات اللي انت بقى بتعمل عليها مثلا استرجاع بيانات. استرجاع دي اللي انت تطلب بيانات، استرجاع دي بتعمل حاجه اسمها طلب بيانات، ودي بنسبه كبيره دي اللي احنا بنشتغل عليها. إضافة البيانات دي مش بتاعتنا خالص، إضافة البيانات اللي هي insert و update والكلام دي مش بتاعتنا، بس أنا بس بشرحها لك يعني، إن أنت تقدر تعمل استرجاع بيانات وإضافة بيانات وتعديل بيانات وحذف بيانات. والـ SQL بيستخدمها حوالي أربع أو خمس برامج مشهورين جدا، وهو الـ Oracle وبوستجر سيكوال و SQL Server و MySQL، واللي إحنا جايين نتكلم عليه النهارده اللي هي الـ MySQL. اللغة دي إن شاء الله تكون سهلة، والكتابة بتاعتها ما بتبقاش كودنج قوي، بس هي دي اللي بتتعامل مع الـ Database. العلاقه ما بين الاس كيو ال والار دي بي ام اس. بصوا يا شباب، الاس كيو ال دي لغه اللي بتتعامل مع الداتابيز. الداتابيز دي اسمها ار دي بي ام اس، كلمه كده بنت لذينه كبيره قوي، اسمها ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم. طب ايه ريليشنال داتابيز مانجمنت سيستم دي؟ دي بتبقى بيانات بس متربطه ببعض، يعني مثلا اليوزر والاوردرز، لاعب كوره في النادي بتاعه، بس لاعب الكوره ده بيبقى في جدول والنادي مثلا بتاعه بيبقى في جدول تاني، وبيبقى مع مربوطين ببعض عن طريق حاجه اسمها فورين كي وبرايمري كي، ودي ان شاء الله اللي هشرحها لكم باذن الله. العلاقه بتاعه الاس كيو ال والار دي بي ام اس دي اللغه الوحيده اللي بتشتغل جوه الداتابيز دي، يعني الاس كيو ال بتشتغل جوه البيانات المتربطه ببعض، لان في حاجه اسمها نو سيكوال. نو سيكوال دي بتبقى داتابيز مش متربطه ببعض، كل حاجه في حته كده. فالاس كيو ال بيشتغل في حاجه اسمها ار دي بي ام اس، اللي هي البيانات او القواعد العلائقيه اللي هي اللي بتشتغل على الاربع حاجات او الخمس حاجات دول: اوريكل، بوستجر سيكوال، اس كيو ال سيرفر، وماي سيكوال. وتقدر بقى تعمل بقى اداره بيانات، تقدر تعمل التر تيبل وكرييت تيبل. دي برده مش تبعنا يعني، انا بس بقولها لك ان انت مش رايح تبني داتابيز، يعني لو انت رايح شركه
انت مش هيطلب منك يقول لك اعمل لي كرييت تيبل وانسرت والتر تيبل ودروب تيبل. بصوا يا جماعه، يعني انت مش مطلوب منك انك تبني استراكشرد جوه او هيكله جوه الداتابيز. الداتابيز انت بتروح عليها بتبقى جاهزه. فاهمين قصدي ولا ايه؟ الو معاك يا باشمهندس. انا بحس يا يوسف انت وانت بتقول لي معاك دي انت بتكلمني وانت في الحمام. صح؟ لا 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 والله معاك مركزين معاك. ماشي، انا قصدي ايه ان كرييت تيبل والتر تيبل على فكره صح، لو فصل النت ترجع يعني تخش على نفس اللينك. اللي انت ما بتعملش كرييت تيبل والتر تيبل، الالتر تيبل اللي انت بتعدل على التيبل، يعني انت ما بتعملش ده كله. انت بتروح والسلامه. طبعا الاس كيو يا جماعه بيبقى في حاجه اسمها برايمري كي وفورين كي، دي بتبقى حاجه حلوه جدا هشرحها لكم ان شاء الله النهارده. واداه الاس كيو ال بيساعدك انك تسحب بيانات امبارح والله كنت بساله في كام حاجه كده، كانت يعني داتا بيس كبيره بقى، يعني مش الموضوع كان كبير قوي يا صابر، الموضوع كان ضخم يعني. فالحمد لله يعني والشكر لله يعني. محتاج شغل. الحمد لله ربنا يزيد من في علمه وانت الله ربنا يزيدك من علمه باذن الله حبيبي. ربنا يخليك يا صابر، ربنا يخليك. شكرا يا نبي. الله يخليك. يلا بينا يا شباب، انا هدخل دلوقتي اهو ونكمل الشرح. بصوا يا شباب، الداتابيس دي طبعا السلامه طبعا بيقول لك بيستخدم قواعد البيانات العلاقيه بتتضمن ترابط سلامه البيانات، انك تحط قيود. القيود دي بقى اللي هي البرايمري كي والفورين كي، ودي اللي هشرحها لكم ان شاء الله النهارده ان شاء الله. طبعا بقى ده الاستعلامات. الاس كيو يا جماعه صح، نسيت اقول لكم امبارح كنا بنطلب حاجه انا واحمد، يعني كنا قاعدين مع بعض وكنا بنطلب حاجه كده في الداتابيس، قعدت 21 ثانيه بس طلعت لنا حوالي 800000 او 700000 رو، فكانت على الاكسل كان بيصوت، يعني الاكسل كان بينهار يعني. فالاداء بتاع الاس كيو ال سريع قوي يعني. الاس كيو ال اداه بتستخدم عشان تدير البيانات في الموجوده في الار دي بي ام اس بس، يعني الاس كيو ال بيشتغل في البيانات اللي هي ليها علاقه ببعض. ده الاس كيو ال. طب تعالى بقى هنا، ليه تتعلم الاس كيو ال؟ بيقول لك الاس كيو ال من اللغات المستخدمه عالميا في التعامل مع قواعد البيانات. يعني انت كده كده هتروح اي قاعده اي شركه اي حته ايا كانت تلاقي محطوط فيها اس كيو ال. كفاءه بيقول لك في وقت قصير وكفاءه عاليه تقدر تتعامل مع البيانات ضخمه جدا، ودي فعلا انا شفتها امبارح. انتوا سامعيني يا شباب؟ الو مع حضرتك انا خليل. بص خليل افتح بقى افتح بقى المايكات بقى، انا النهارده قاعد لكم النهارده. فبساطه العمليات على البيانات، بيقول لك تقدر تجمع البيانات وتشكل جداول وحاجات زي كده، مطلوبه في السوق طبعا، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا يا يوسف. الحته دي طبعا مطلوبه جدا، مطلوبه في السوق، هي ورحمه وكل الدنيا عايزين الحته دي، مطلوبه في السوق، بتساعد المحلل البيانات بشكل كبير، هي فعلا بتعمل حاجات حلوه جدا. بصوا ده شكل الرود ماب بتاعه الاس كيو ال كلها، ده الاس كيو ال، شايفين كده يا شباب؟ احنا كلنا هنشتغل عليه الحته دي، اسمها دي كيو ال، اللي هي داتا كويري لانجويج، اللي هي استعلام عن البيانات. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام، اللي هي سيلكت وجوين الشويه دول كده. خطوات تنفيذ الكويري، بص بقى دي لما انت بتطلب حاجه مثلا في الكويري، فبيقول لك مثلا خطوات تنفيذها اللي هي البارسنج، دي اللي هي التحليل. اول حاجه بيشوف انت اول حاجه انت كاتب الكود صح ولا غلط، وبعد كده بيعمل له حاجه اسمها اوبتمايزيشن، اللي هو الاوبتمايزيشن دي اللي هي ايه؟ بيشوف ايه انسب طريقه واسهل طريقه يخش بيها للداتا، اسرع طريقه، ودي حلاوه الاكسل الاس كيو ال جامد قوي. التنفيذ، وفعلا اول ما بيلاقي ان طريقتك صح وسليمه بيبتدي ينفذها. وبعد كده فيتشنج اللي هي بيجيب البيانات. الحته المثال ده اللي هو انا هوريه لك ان شاء الله، يعني هوريك انا جايب لك مثال، ودي طبعا شكل الداتا. يعني انت لما بتيجي تطلب الكويري او لما بتيجي تعمل اوردر او بتيجي تكتب معادله زي الاكسل كده على في الاس كيو ال، بتلاقيه بيعمل شويه الخطوات دي عشان يجيبها لك. الاس كيو ال يا جماعه جامد قوي. مصطلحات بقى الاساسيه بس، انا جبت لكم بقى شويه مصطلحات دي جامده جدا. السنتكس دي، ده اللي هو المعادله زي الاكسل كده. تمام كده يا شباب؟ السنتكس دي، كلمه سنتكس ده الكود او زي المعادله اللي بتتكتب في الاكسل. ده يعني القواعد اللي بتكتب بيها الكود، زي قواعد اللغه اللي بتحدد ازاي تكتب الاستعلامات.
دي بالاخر السنتكس دي اللي هو بيقول لك ايه ايرور سنتكس اللي هي بتبقى ايرور في المعادله نفسها. الكومه دي اللي بتفصل ما بين الاعمده. يعني مثلا انت قلت مثلا ايه سيلكت ريجن وسيلكت اوردر فانت بتفصل ما بينهم بالكومه. انتوا سامعيني صح؟ لو انتوا سامعيني قولوا لي احنا اكيد احنا معاك احنا جايين احنا رايحين احنا جايين معاك يا دكتور احنا معاك. البارنتسيس دي اللي هي الاقواس في اي معادله فيها جمع وطرح وحاجات زي كده بيكون فيها اقواس او لما بيكون في وير كونديشن اكتر من كونديشن كونديشن يعني اكتر من شرط بيكون ما بين اقواس. الكلوز طبعا طبعا لما بتيجي تعمل مثلا معادله زي صم بتقفل ما بين ما بتقفل ما بين اقواس. والكي وورد اللي هي سيلكت وفروم وير وجوين دولت من اشهر الحاجات اللي هتقابلوها في الكي وورد دي الكلمات. والاوبريتورز دي اللي هي زي اند واور ونوت اللي هي بتبقى حاجه بتخش جوه المعادله جوه السنتكس او جوه كونديشن معين. ان كل عنصر ليه قواعد في كتابه المحدد مفيش مشكله. ودي طبعا بقى سيلكت وير وكل حاجه. نقفل بقى الكلام الجميل ده كده ونفتح بقى ماي سيكول الحلوه دي. بصوا يا شباب نعمل بس كده نعمل شير كده لماي سيكول ورك بنش. شايفين كده اللي انا شايفه صح كده؟ الو ايوه تمام معاك يا دكتور. هو انا بقول الو انا بنده لحد انا بقول لكم الو انتوا كويسين؟ احنا كويسين ماشي. الماي سيكوال دي يا شباب الماي سيكوال ده شكل الشاشه الاساسيه بتاعه الماي سيكوال. طبعا احنا لسه ما عملناش اي استيراد ولا اي حاجه. بصوا يا شباب احنا دلوقتي بنطلب حاجه اسمها سكيما. سكيما يعني ايه سكيما؟ السكيما دي يعني هيكل احنا بنشتغل جواه بنظبط بيبقى فيه جداول متربطه ببعض. زي مثلا اقول لكم على امثله السكيما مثلا الاوردر باليوزر فكل واحد عميل باع كام حته او قصدي اشترى كام حته وفيها كام قطعه وفيها كام مبيعات دي اسمها سكيما. في سكيما تانية لليوزر. سكيما تانية لليوزر دي اللي هي ايه؟ اليوزر رقم تليفونه العنوان بتاعه سنه قد ايه حاجات زي كده. السكيما دي يا جماعه من الاخر ده بيبقى زي ديبارتمنت كده بيتحدد بيبقى جواه شويه حاجات ليها علاقه ببعض جوه الداتابيز. يعني الداتابيز دي كبيره قوي تمام كده يا شباب؟ الداتابيز دي كبيره قوي جواها سكيماز حاجات متفرعه من بعضها دكتور صح كده. بص الداتابيز دي عباره عن شجره كبيره كده السكيما دي بتبقى فرع منها بس الفرع ده بيبقى كله مترابط ببعضه. يعني مثلا نقول مثلا سكيما عن الميديا. الميديا دي بيكون فيها ايه؟ السوشيال ميديا كامبين اللي هي الحملات الاعلانيه بيكون فيها احنا دفعنا قد ايه صرفنا قد ايه في الحملات الاعلانيه دي. في سكيما تانية او فرع تاني اسمه المبيعات. يقول لك بقى المبيعات المبيعات اشترينا قد ايه بعنا قد ايه عدد القطع وهكذا. في سكيما تانية او فرع تالت لليوزر رقم تليفون العميل رقم بطاقته العنوان وهكذا. انتوا كده فهمتوا الحته بتاعت السكيما دي ولا لسه؟ تمام. يا طب وبقى متفرعه من كل حاجه كلهم مترابطين في نفس المنطقه؟ ايوه. اللي بصوا يا جماعه السكيما مترابطه الجداول اللي جواها بتبقى مترابطه ببعض والسكيما نقدر نربطهم ببعض كلهم تمام. حد يعرف فكره الاي ار بي؟ حد عنده برنامج اي ار بي؟ انا عندي. احنا شغالين على اي ار بي بس كده واقف بقى هنا. الاي ار بي ده منظمه كبيره جدا فيها موديول للاتش ار وفيها موديول للسيلز فيها موديول للبي او اس في موديول للبروكيورمنت والبرشيزنج صح؟ صح مظبوط. ده السكيما. الموديول ده السكيما كده. وضحت كده الكلام اكتر؟ وضح تمام. بس كل ده جوه كل ده جوه الاي ار بي تمام. وفي تمام. حاجه بس كنت عايز برضو اقول عليها ان لازم يبقى فيه علشان اقدر اربط مديول بمديول لازم يبقى عندي البرايمري كي بتاعي اللي بيربط ما بين المديولات ببعضها. انت مذاكر ولا ايه يا خليل؟ انت مذاكر؟ لا مش مذاكر بس هو تقريبا بس هو تقريبا لما مثلا باجي اسحب مثلا من مديول المخازن ريبورت مثلا واجي اسحب من العملاء عشان اقدر اربط ما بين مثلا التو ريبورت دول لازم يبقى عندي مثلا ايتم نمبر مثلا اللي هو كود. صح كده صح 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 ايتم لوك اب كود او ايتم نمبر جدع صح. هو ده اللي بيحصل فعلا. فان شاء الله النهارده هوريكم كل ده. احنا اول حاجه احنا عايزين نيمبورت الداتا. نيمبورت الداتا دي ازاي؟ هنعمل اول حاجه نعمل كريت بقى سكيما.
يعني نعمل سكيما باسمنا، ونعمل السكيما دي مثلا باسم ايه، مثلا اسمها ايه، نقول له السكيما دي باسم اوردرز تمام، وندوس ابلاي، وندوس ابلاي، وندوس فينيش. كده احنا عملنا السكيما. لو احنا عملنا هنا ريفرش هتلاقي الاوردر اهي. نقفل دي كده. ده الكويري واحد. معلش معلش يا دكتور معلش، بعد اذنك شغل بس الماوس نبقى شايفين معاك. حاضر. حقيقه فعلا ماشي اللي حصل الصراحه. حاضر حاضر. اللقطه دي عدت سريعا. حاضر. انا متاسف انا متاسف. نشير الماوس. تعالى نعمل عشان تشيل السكيما دي، بتدوس كليك يمين هنا وتعمل حاجه اسمها دروب سكيما. دروب في التر سكيما دي اللي انت بتعدل جوه السكيما. نعمل هنا حاجه اسمها دروب سكيما. دروب ناو. فهنعمل هنا كده، نعمل كرييت سكيما اهي. شايفين كده الماوس؟ تمام. ماشي. هنعمل هنا اسمها اوردرز. اوردرز اهو. وندوس ابلاي، وندوس ابلاي، وندوس فينش. فكده عمل اوردر اهي. لما نيجي نعمل ريفرش هنلاقي اوردر اهي، بس جوه الاوردر ما فيهاش تيبل. فانا عايز بقى امبورت تيبل. نمسح دي كده، نشيل دي كده، نعمل كليك يمين هنا وحاجه اسمها تيبل داتا امبورت ويزرد اهي. ونيجي نقول انت عايز التيبل ده منين، اقول له انا عايز ملف اكسل شيت اهو اسمه ريتيل. بس خدوا بالكم الملف ده مش اكسل شيت، اسمه كوما سيبريتور اللي هو سي اس في. ما بيقبلش اكسل. يعني انا ما اقدرش ارفع عليه صيغه غير اللي هي صيغه سي اس في. يا ابني دي سهله جدا، انت لو عملت سيف از هتعمل سي اس في. انا عارف بتتحفظ ازاي. وعارف ازاي بحول من سي اس في لورك شيت عادي. انا عارف، بس انا قصدي السيكوال اللي ما بيقبلش السيكوال سي اس في. تمام. كوما سيبريتور. كوما ايه؟ كوما سيبريتور فاليوز اهو. ونعمل كده ونعمل نيكست، ونشيل مثلا دي كده نخليها ريتيل بس، ونعمل نيكست عشان يعمل داتا امبورت. بس خدوا بالكم الداتا امبورت لما بتخش جوه السيكوال لو انت عملت لها ريفرش مش هترفرش، يعني اللي بيخش ما بيخرجش. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني ما بيخليش السورس بره، ولو عدلت على السورس يسمع في السيكوال. انتوا معايا ولا لا؟ تمام. يعني انا لازم اسحب الداتا بتاعتي الكامله الاول قبل ما ارفعها على اس كيو ال. ما اقدرش ازود رو واعمل ريفرش هيسمع في الاس كيو ال. حتى لو زودت في السورس مش هيسمع في الاس كيو ال. مش زي البايفيت تيبل مثلا، كل ما بتزود في الكولوم بتاعتك زي الباور بي اي. تمام. ونروح عاملين ايه هنا. نعم اتفضل. هنروح عاملين هنا ريفرش، هنلاقي التيبل ده ظهرت اهي اسمه ريتيل. بصوا لما تيجي تدوس على كلمه ريتيل هتلاقي دي الكولوم اللي جوه الريتيل، او ترانزاكشن اي دي، ديت، كاستمر اي دي، جندر، وايج. دي الكولوم اللي موجوده. خدت بالكم من الحاجه اللي قدامها دي اسمها انت. انت يعني انتجر. انتجر يعني رقم. تكست الرقم صحيح. صح. تكست يعني تكست، وهكذا. دي كده عايزين. طب احنا عايزين بقى نكتب اول كود في حياتنا في الاس كيو ال. ها هنعمل ايه؟ هنقول له انا عايز اعرف الداتا دي عباره عن ايه، او التيبل ده عباره عن ايه. نقول له سيلكت اول دي بتبقى استريك شيفت 8 فروم. انا بقول له انا سيلكت اول، يعني جمع لي كل الداتا دي منين. هقول له من كلمه ريتيل اهي، ريتيل. بس خد بالك قبل ما اعمل اكسكيوت، بص او ما ادوس ريتيل تمام، قبل ما اعمل اكسكيوت هتلاقي هنا لو دوست اكسكيوت هيقول لي غلط. هيقول لي ليه غلط؟ يقول لك اللي انت ما اخترتش السكيما او الحاجه اللي انت عايزها. فهندوس هنا دبل كليك عليه. فكده احنا خليناها ايه، ان دي اللي احنا هنشتغل عليها. فاهمين قصدي؟ ان هي تبقى بولد كده. فلما نيجي نعمل اكسكيوت هيبتدي بقى يطلع لي الداتا كلها. يعني انت لازم تخلي دي كده تبقى معمول لها دبل كليك عشان تبقى تقيله كده، بولد كده. كده وضحت يا شباب ولا لسه؟ واحده واحده. هنيجي ورا بعض. هنيجي. حاضر هنيجي. بص يا شباب بقى، فكده لما احنا قلنا دبل كليك عليها فكده عملت لي ايه الاوردر ده. فكده احنا قلنا له سيلكت الاستريك دي فروم ريتيل. سهل قوي اهي. السلام عليكم. تمام. فكده احنا هنعمل كده ايه اللي هي سيلكت فروم ريتيل. تمام كده. تمام. طب انا دلوقتي لو انا عايز مثلا الكاستمر اي دي مع الجندر هنقول له ايه؟ شايفين علامه الاستريك دي؟ هنقول له ايه؟
كاستمر، اول ما يكتب كاستمر هتلاقي ظهرت ايه، دوس دبل كليك عليها او تاب، بعد كده كوما عشان تفصل ما بين العمود ده وعايز عمود تاني معاه يبقى كوما، تمام، وتكتب جندر او دبل كليك عليها ايه بالماوس اهي كده جت. انتوا فاهمين ان انا بكتبه ده ولا لا يا شباب؟ اه طبعا ان شاء الله خير. نعم ان شاء الله خير باذن الله. هو الصراحه موضوع بالنسبه لي كله جديد بس لذيذ جدا يعني، والله سهل جداً. على فكره يا جماعه انا بقول لكم انا معايا الكينج بتاع الاس كيو، انا بعد كده هخليه هو يشرح والله اس كيو. لا ده احنا مش هنسيبه يعمل حسابه كده ان احنا هنجيبه مع حضرتك برضو. لا لا هو يجي لوحده بقى، هو عارف الطريق لوحده. تمام اهو وهنعمل اكسكيوت اهي. بصوا يا شباب الاكسكيوت دي بتعمل اكسكيوت لكل الكوماند اللي موجود، اما الاكسكيوت اندرلاين ده ان انت بتعلم كده عليه ويعمل اكسكيوت على الجزء ده بس، فاهمين قصدي؟ لكن احنا هنقول اكسكيوت على الكل، ما احنا مش كاتبين اي حاجه تاني، صح ولا غلط؟ تمام. ونعمل اكسكيوت اهو. بص قال لي ايه، جاب لي الكاستمر اي دي والجندر. على فكره انتوا لو عكستوها هتلاقي جاب لك الجندر والكاستمر اي دي، يعني هو على حسب انت عايز ايه. تمام، فاحنا كده جبنا حسب الاوردر اللي احنا مدينه. فاحنا كده هنجيب ايه سيلكت. تمام، فهنرجع تاني كده ونقول له ايه، نرجع تاني الداتا. بصوا بقى انا كاتب لكم بقى شويه حاجات عشان تكتبوا عشان ايه نبقى الحاجه بتاعتنا. احنا دلوقتي بقى عايزين مثلا نعد كام كاستمر اي دي، اللي احنا نعمل اجريجيشن. اجريجيشن دي اللي هي ايه، عد جمع وطرح والكلام ده. هنقول له ايه بقى، كاونت سيلكت كاونت اهي. اول ما اكتب كاونت هيظهر اهي كده، دوس عليها اهي، وبعد كده تقول له ايه، تقول له كاستمر اي دي، تكتب ايه كاستمر، اول ما اكتب كاستمر اهي، وبعد كده دوس اكسكيوت. قال لي العدد بتاعهم كام، 1000. 1000 وضحت كده يا شباب ولا ايه؟ دي اللي هي السكيما بقى، كاني بعمل فانكشن على كاني بعمل معادله على الاكسل بالظبط. والله اكسل، والله على فكره يا جماعه، والله اللي اتعلم اكسل هيدوس في اي حاجه، والله ما بهزر. الاكسل يا جماعه دلوقتي بقى كله متشابه ببعضه، بقى كله شبه بعضه. تمام، فلما اجي اقول له سيلكت كاونت كاستمر اي دي، فكده جاب لي ايه الكاونت بتاع الكاستمر اي دي فروم ريتيل. طبعا لازم تكتب فروم ريتيل، لان انت لو ما كتبتش فروم دي هيقول لك كده، هيجيب لك مش هيعرف، مش هيعرف يقراها. لازم تقول له فروم ريتيل، فروم ريتيل، فروم ريتيل اللي هو عنوان الشيت بتاعي اللي انت هتختار منه الكاستمر اي دي اللي هو ده. ايوه تمام. اللي انا لسه عامل له امبورت من شويه. خلاص، فنعمل سيلكت كده فيجيب لي دي. ودي طبعا البين بتاعه الماي سيكوال، لو انت عايزها تبقى فاضيه من هنا كده او هنا، دي البين اسمها بين، او اللي هي ايه الالواح، حاجه اسمها الواح كده اللي انت بتخليها بالمنظر ده كده، بتخلي فيه هنا كتابه. انا بحب اخليها تبقى فاضيه كده بالمنظر ده كده، شكلها حلو على فكره، شكلها بيبقى افضل كده. وضحنا كده يا شباب؟ تمام. نرجع تاني ونجيب الداتا من اول تاني اهو، سيلكت ايوه بالظبط، ونروح دايسين اكسكيوت. فكده احنا ايه جبنا الكاونت. تمام كده يا شباب. فدلوقتي طب لو انا دلوقتي بصوا كده لحظه في الحته دي كده، هنا كايرو كتير قوي والكسندريا كتير، خدتوا بالكم اللقطه دي؟ السيتي كايرو، كايرو كتير والكسندريا كتير. ففي هنا بقى حاجه حلوه قوي اسمها ايه، اسمها ديستينكت. ديستينكت دي يا جماعه دي موجوده في الداكس برضو، في معادله اسمها ديستينكت. ديستينكت اي، هنقول له ديستينكت ايه، اقول له ديستينكت سيتي اي، اقول له انا عايز ديستينكت اللي هي بيعد، بيجيب لي الحاجه بس بدون تكرار. فاكرين كلمه يونيك اللي كانت في الاكسل؟ حد كان فاكرها؟ مين اللي كان سالني؟ اه بالظبط. اه تمام، انا كنت دخلت. ايوه، دوس كده اكسكيوت، قال لك بص كايرو، بص خدت بالك قد ايه صغيرين جدا، خدت بالك من اللقطه دي؟ ديستينكت، افتكروا كلمه ديستينكت دي، ديستينكت سيتي. طب لو انا عايز اعد الديستينكت سيتي اقول له ايه بقى؟ شايفين؟ اقول له كوما والكاونت كاستمر اي دي. ايوه، لا لا، اقول له بقى انا عايز اعد السيتي دي، اروح قبليها كده اقول له كاونت اهي، كاونت، وافتح القوس واخليها كده في القوس هنا. ديستينكت دي غلط، ديستينكت مش صح، لا ديستينكت دي غلط، ديستينكت لا لحظة، مادام جايب الأحمر هنا كده يبقى في حاجة غلط. كاونت لو عملتها كده يقول لي في غلط، عيب يا معلم.
قلت لك ان في حاجه غلط هنا. كاونت يا دكتور. اهي كاونت. بس كده كاونت اهي. ايوه اهي. معلش. بص يا جماعه حلاوه الماي سيكوال والله العظيم. انا عرفت منين ان هي غلط. عرف لك عليها علامه احمر كده. خدت بالكم؟ جاب لي عليها زي عامل زي عامل زي سي شارب بالظبط. انا ما اعرفش سي شارب شكله عامل ازاي، ما شفتهاش قبل كده. بس عامله زي الوورد لما انت بتكتب كلمه غلط وبيجيب لك عليها تحت احمر. خدت بالكم؟ بالظبط. انا بقول لكم دلوقتي ما شاء الله الحمد لله اللي احنا في العصر ده ويعني ومكملين. احنا يا جماعه دلوقتي كل التكنولوجيا كلها بقى كلها شبه بعض، والله ما بهزر. فدلوقتي احنا عملنا سيلكت ديستينكت سيتي، فقال لي ده 8. طب لو انا قلت له بس كاونت سيتي بس، انا كده قلت له ايه؟ اول حاجه ديستينكت دي اللي هي جيب لي عد لي الحاجه بس من غير تكرار. طب لو قلت له دلوقتي عد لي الحاجه بالتكرار، بص هيقول لي ايه؟ 1000. السلام عليكم ولا عليكم ولا ايه؟ انتوا كويسين؟ اه. الفرق ما بين الاثنين ان هو هنا عد لي اليونيك بتاعت السيتي وهنا عد لي كل الرو بتاعت السيتي. صح كده. يلا بينا نرجع تاني. طب لو انا عايز طب لو انا عايز اعد الكايرو من ضمن جوه السيتي. كايرو من ضمن ما انا هقول لك بقى، اصبر بقى، ده انا هدلعك. ما هي دي اللي جايه بقى. بص ماشي. احنا هنعمل دي كده سيلكت نرجع تاني كده اهو. سيلكت اول وبعد كده نعمل كنترول انتر. كنترول انتر بيجري الحاجه اهي، يعني بيجيب لك الداتا اهي. تمام كده احنا مشينا ورا الحته دي كده. طب دلوقتي انا عايز اعمل مثلا، احنا شايفين مثلا التوتال اماونت ده، انا عايز اجيب الافرج بتاعه. هنقول له ايه؟ افرج يعني يا جماعه؟ افرج اي اي في جي اهو متوسط. هنقول له كده اي في جي اهي، وندوس دبل كليك اهي عليها ونقول له انا عايز افرج التوتال اماونت ده. توتال او بص انا بكتب بالراحه كده هتلاقيه ظهرت لي اهي. انا بس عشان جهازي بطيء، انا لو جهازي سريع شويه هتلاقيها بتظهر بسرعه. هندوس سيلكت اهو. بص سيلكت افريج توتال اماونت، انا عايز المتوسط بتاع التوتال اماونت ده كله. هندوس انتر اهو كده. قال لي ان الافريج بتاعك 456 جنيه. تمام كده يا شباب؟ تمام. انتوا كويسين ولا ايه؟ تمام زي الفل. تمام. طب احنا دلوقتي بقى احنا زي ما احنا بقى، مين اللي كان بيسالني على القاهره؟ انا حاضر. يلا بينا. بص بقى احنا يعني. دلوقتي دي الداتا دي كلها فيها القاهره واسكندريه ومنصوره وجيزه وكل حاجه. داتا كبيره على فكره، داتا مش صغيره. فانا نعمل ايه؟ هنقول له بقى ايه؟ سيلكت اول. انا اقول له ايه؟ هات لي كل البيانات دي كلها. تمام؟ بس 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 دي اللي هي ايه؟ وير. هات لي السيتي اللي هي بتساوي كايرو بس. سيتي تساوي كايرو. كايرو بقى بتتكتب ما بين كوت، ما بين كوما ولا دبل كوتيشن؟ لا واحده بس، كوتيشن واحده مش شيفت كوتيشن. كوتيشن. نروح عاملين اكسكيوت كده جاب لي القاهره بس. بصوا لو تلاحظوا مفيش حاجه تاني. فانا قلت له ايه؟ انا عايزك هات لي كل كل العمدان اللي موجوده جوه الجدول ده بس القاهره بس. فاكرين فلتر انا لسه عاملها دلوقتي في الداكس بتاعت المحاسبين؟ تمام. هي دي. طب دي ممتازه يا دكتور، لان دي برضك دي هنطبقها على الاكواد زي ما استاذ خليل كان بيقول ان الاكواد بتبقى مرتبطه بحاجه واحده، هي دي اللي ممكن نربطها بال. لا مش دي، لا مش دي، حاجه ثانيه. مش دي؟ لا. طيب تمام. هقول لكم على الحاجه الثانيه دي. تمام؟ كده احنا ربطنا دي. طب ده احنا كده جبنا كونديشن واحد. طب ايه رايك لو احنا قلنا ايه؟ لا اما القاهره لا اما منصوره او جيزه، يبقى وير سيتي يساوي كايرو اور سيتي تساوي ايه؟ جيزه. جيزه. ونعمل كنترول انتر. اهو جاب لي القاهره اهو وجاب لي الجيزه، مش هيجيب لي حاجه تاني. ها؟ تمام جدا. انتوا كويسين؟ تمام. ماشي. بقول له ايه بقى؟ بص بقى اقول له بقى، ركز بقى في اللقطه اللي جايه دي. انا ممكن اقول له ايه؟ انا عايز بقى البلد اللي بتساوي القاهرة أو لا تساوي الجيزة، يبقى كده هيجيب لي إيه؟ ها؟ القاهرة وكله ما عدا الجيزة. أنا بحبك، مين اللي قال الجملة دي؟ يا عم أنا بحبك يا صابر، أنا صح أنا بحبك. الله يخليك. هيجيب لي كله ما عدا الجيزة، صح كده؟ هيجيب لي كله ما عدا الجيزة، لا تساوي يا جماعة بتتعمل بالحركة دي كده. رحمة أنت معايا؟ رنا أنت معايا؟ أنتوا كويسين؟
معاك يا دكتور. لعل السكشة يا رحمة. معاك يا دكتور والله. لعل لا انا عايز صوت كده جبار كده. كده. تمام؟ انتوا كده انتوا كويسين كده معايا. لا تساوي بتبقى كده. طب ايه رأيك بقى نعمل حاجة تانية؟ ها؟ مين اللي يفكر معايا في الحتة دي كده في التوتال اماونت؟ ها؟ نقول له احنا عايزين نجيب مثلا اللي من القاهرة نجيب مثلا الافريج بتاع التوتال اماونت مع المعادلة. يا باشا انا بحبك. نجيب بقى اي حاجة بقى، ما انت ممكن تعمل اكتر من حاجة. يعني احنا ممكن نقول له ايه؟ مثلا القاهرة اند بقى، اند بقى عشان نشغل بقى اند شوية بقى ولا ايه؟ اند الميل بس اللي هو الجندر جيبة. بيساوي ميل. يعني جندر بيساوي كلمة ميل وندوس اكسكيوت، فجاب لي كل الميل وجاب لي كل القاهرة. فكده احنا عملنا الدبل تو كونديشن. خدت بالكم من دو كونديشن دي؟ يعني من القاهرة وفي نفس الوقت مدينة والجندر بس كده. طب ايه رأيكم لو احنا عملنا تري كونديشن او تلاتة كونديشن؟ تمام. هقول لك بقى دلوقتي. بص يا شباب احنا قلنا ايه بقى؟ بص ركزوا في اللي انا هعمله دي. انا عايز اشتغل على دي الاول، بس عايز اخلي دي هنا كده. فهنيجي نعمل هنا كده وندوس على شيفت 3 شباك، صح؟ اللي احنا هنعمل زي سايلنت للكود ده، او الكود ده مش هيبقى مقري. هنعمل سيلكت كده، هيجيب لي سيلكت اول، هنوقفه شويه بالظبط. فكده ايه اللي حصل؟ ان الكود ده بقى سايلنت، ما بقتش متشاف. خدت بالكم ولا يا شباب؟ دي تحفه جدا. بيعديه جدع بيعمله سكيب، صح؟ دي تحفه فعلا جدع خليل، دي تحفه ان انت تقدر تعمل اكواد من غير ما تتشاف. انت ممكن بقى تعمل ايه خليل مثلا؟ يعني ممكن تقول له مثلا ايه؟ تقول له هنا مثلا ما بين دي ودي مثلا اهو كده. لا لازم دي تنزل معاك، دي تبقى كده. ونقول له مثلا هنا ايه الكود؟ الكود ده مخفي. ما اشرح لنفسي يا دكتور. ايوه، ما هو الناس اللي بتكتب اكواد على السيكوال بيشرحوا لنفسهم. ما هو يا نهار اسود، ده بيكتبوا داتا بيز بالهبل. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فكده لما يعمل اكسكيوت هو مش شايف الحته دي كده، الحته دي مش متشافه. انتوا كده كويسين؟ تمام. ماشي. فكده احنا هنعمل ايه؟ تعالى بقى لو احنا عملنا 3 كونديشن. يعني قلنا له ايه؟ ركز بقى في الحته اللي انا بقوله دي. اقول له انا عايز من القاهره او الجيزه او ايه تاني؟ المنصوره مثلا. فاقولها له ازاي؟ قولوا لي كده نقولها له ازاي. هنعمل دي كده، نمسح دي كده بس نخلي الكود ده مخفي برضو لسه ونكتب قدامه. هنقول له مثلا دي هنعمل ثلاث مدن. ايوه، وير سيتي بيساوي كايرو اور اهي، اور اهي، وير اور اور جيزه اور اور سيتي جيزه. سيتي برضو بتساوي جيزه، يساوي جيزه جيزه اور اور سيتي. احنا ممكن بقى نكتبها بقى اور بقى كده، يعني تعمل كده اور وتعمل كده مثلا اور كده مثلا، تبقى تكتبهم جنب بعض كده اور، ودي تخلي دي مثلا كده تبقى دي شيفت شباك، ودي كده هنا كده شيفت شباك. قول لي اور ايه سيتي ايه بيساوي ايه؟ سيتي يساوي منصوره. منصوره. فما ينفعش نكتبهم جنب بعض ونحط كوما؟ مفيش مشكله. ايوه انا اقول لك. بص بقى يا سيتي، الثلاثه كونديشن اللي كتبناهم دولت، بص يا شباب الثلاثه كونديشن اللي احنا كتبناهم مش هيشتغل. الثلاثه كونديشن اللي احنا كتبناهم دولت، الثلاثه دولت لو انتوا في الداكس، في الداكس في الباور بي اي بيقول لك ما تعملش اور اكتر من مره، وفي الاس كيو ال بيقول لك ما تعملش اور اكتر من مره. ليه؟ ان انت كده بتعمل هيدك على الداتا. فاكرين الحته بتاعه الداتا اوبتمايزيشن اللي احنا لسه شارحينها، اللي هو هوريكم دلوقتي حاجه كده، مش احنا لسه شارحين؟ بيقعد يلف حوالين نفسه بالظبط، هو بيقعد بيشوف اسهل طريقه. فانت ما تخليهوش يجري معاك علشان ما يتعبش. هتلاقيه هنا كده اللي هي اسمها داتا اوبتمايزيشن اهو، اداء الاستعلامات اهي. لا هي بتبقى هنا كده داتا اوبتمايزيشن الحته دي. احنا ما ينفعش نكتب اكواد كتير، فهنعمل ايه بقى يا اصحابي؟ هنعمل بقى لقطه حلوه جدا. بصوا بقى يا شباب اللقطه اللي جايه دي.
هنكون هنقول بقى ايه وير ان بقى في معادله اسمها ان وتفتح قوس ايوه سيتي ان سيتي قصدي لا وير سيتي ان معلش انا اسف وير سيتي ان وتفتح قوس وتقول له ايه مثلا كايرو كوما بعد كده لا كوما لا الكوتيشن قصدي كوما بعد كده جيزة كوما كوتيشن كوما وبعد كده منصورة وتعمل ايه اكسكيوت قال لك ايه بقى كايرو جيزة منصورة بس كده شفتوا الجدول بقى بسيط ازاي ان في معادله اسمها ان اسماء فاكتور مش معادله بس اسماء فاكتور اوبريتور قصدي اوبريتور تمام كده يا شباب فكده احنا عملنا 3 كونديشن او 3 كونديشن في بصوا في حاجه لا تذكر خليل انت معايا باختصار مع حضرتك طبعا انتوا مبسوطين جدا انا مبسوط والله انا مبسوط بس انا مشتاق بقى اعرف الاكواد دي هنشغلها ازاي اوتوماتيك قدام يعني ايه اوتوماتيك يعني يبقى في اختصارات بدل ما اكتب اكواد يبقى في حاجه مثلا استبعيها بدل ما اكتب الكايرو جوه الكوتيشن يبقى انا مثلا في حاجه اكتبها زي مثلا ليبل اكتب جواه هو يسمع ولا دي مش موجوده زي الفاريبل اللي هو في البايثون قصدك لا اصل دي اطمنت يوسف يعني اسهل على المستخدم يعني بدل ما انا اخليني اكتب اكواد او اكتب الاسماء جوه زي كايرو وجيزه وكده لا اخليه هو يختار من حاجه من بره وهي تسمع في الكود اوتوماتيك لا لازم تكتبها على حاجه زي كده برضو خد بالك برضو اسمعني يا صبر انت مش بتكتب الاكواد دي كتير انت دي بتعملها مره مثلا كل فتره انت فاهم قصدي او ممكن تخلي الكود متسجل عندك على زي هنا كده ستيكي نوت كده بتقعد تكتبه منها ايوه انت فاهم يعني تكتبه منها احسن تمام طب دلوقتي احنا بقى عايزين نعمل بقى لقطه حلوه قوي تعال امسح بقى ده كل ده ايه اهو لو مش عايزينها جوه القاهره والجيزه والمنصوره نط تعالى احمد اخويا بيقول لكم بقى ايه بيقول لك لو احنا بقى مش عايزينها ولا القاهره ولا جيزه ولا منصوره يبقى بدل ان دي تبقى نط انا نط نط ان طب تعالى نشوف النط كده هتشتغل ولا اختار اللي بعيد عن دول خالص صح نط ان جدع فاستاذ احمد برده راح مدينا حته كده حلوه قال لك ولا القاهرة ولا جيزة ولا منصورة يبقى نوت ان يبقى يجيب لك كل حاجة ما عدا الثلاثة دول انتوا كويسين؟ تمام زي الفل طب تعالوا بقى نعمل بقى لقطة حلوة قوي نقول له بقى ايه بقى بص بقى نقول له انا عايز select all from retail where لا انا مش عايز اقول له سيلكت اول انا عايز اقول له سيلكت كاونت سيلكت اول لحظه فروم ريتيل وير سيتي بيساوي كايرو and ركزوا في الحته دي برايس بير يونت او توتال اماونت مثلا 54 الله عليك اكبر من 50 54 او 59 اهي وندوس اكسكيوت هتلاقي جاب لي كل حاجه اللي فوق ال 50 انتوا خدتوا بالكم اللقطه دي يا شباب تمام جميله دي هي دي بقى شويه حاجات بقى كده فممكن بقى نعمل بقى لقطه حلوه قوي نقول له بقى ايه احنا دلوقتي عايزين ندخل اكتر من حاجه معاه نعمل ايه مثلا نقول له احنا عايزين نسلكت الكاونت والوير ما دي بقى دي الحاجات اللي انا كنت اعملها سلكت كاونت وير فنقول له مثلا ايه سلكت ايه كاونت كاونت فكره استاذ احمد هو اللي بيكتب بايده انا اكبر منه على فكره انا اكبر واحد هنا
سيلكت كاونت اللي احنا هنعدي ايه الكاستمر اي دي اللي هو الكاستمر اي دي ده تمام فروم ريتيل ركز اقفل اقفل ايوه دي صح خلاص فروم ريتيل وير وير سيتي جندر ميل وير سيتي او وير جن مثلا وير سيتي وير جندر قصدي بيساوي ميل وبيكتب بايديه والله والله الله يبارك له والله الفيديو ده يبقى ذكرى اهو قال لك كام يا عم الحاج 490 قال لك 490 واحد ميل جوه القاهره خدت بالكم طب لا 490 بس ده ميل بس طب لو احنا قلنا بقى اند سيتي بيساوي القاهره كايرو هيقلل لك العدد الله يبارك الله يبارك 14. له الله يبارك له ايده فيها الشفاء لان هو كده عامل تو فلتر عامل فلتر على على الجندر الاول وبعد كده على السيتي على الميل كده. وبعد كده راح رجع على السيتي راح عمل على الكايرو فقال العدد تاني طب تمام قوي طب انا دلوقتي تعالى بقى نعمل بقى حاجه تانية سيلكت انا عايز بس دي كده نشيل دي كده معلش انا عايز بس دي كده سيلكت نرجع دي كده انتوا اهم حاجه الاس كيو بقى كويس ولا وحش ولا ايه الاخبار هو وانا طب ممكن اسال على حاجه اتفضل يا خليل اتفضل لا لو انا مثلا عايز اجيب السيتي كنا جبناها باليونيك كانوا 8 سيتي مكتوبين تحت بعض صح كده؟ وعايز اجيب جنبها الكولوم بتاع الافريج بتاع التوتال اماونت وربنا حاضر يا خليل لكل سيتي خليل خليل يا ابني وربنا هشرحها لك لا لا انا هشرحها له حالا هشرحها لك حالا اصبر يا خليل تمام يعني حضرتك لسه جاي معانا تمام انت شفتني انا مشيت وانت شفتني مشيت لا 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 تمام تمام بص بقى نعمل بقى لقطه حلوه قوي بص احنا ممكن نقول له ايه بقى احنا عايزين السيتي حضرتك بتقول لي عليها احنا عايز سيلكت السيتي تمام كده اند كاونت الميل تمام كده يعني سيلكت السيتي واجمع لي الميل تمام الو تمام لا سيلكت السيتي والكاونت الميل لحظه كاونت الجندر مفيش ميل كاونت الجندر غير ما نحدد الكولوم كاونت الجندر كاونت الجندر يساوي ميل معلش يا ناس بقول له بقى ايه وير الجندر بيساوي ميل دي كده خلاص لو انا دوست كده هيقول لي غلط ليه بقى لان بص بقى ظهرت بقى البتاعه دي بص بيقول لك ايه جروب باي دي بقى اللي بنت لذينه دي بقى نقول له بعملها لي بقى جروب باي شفتوا البيفت تيبل يا جماعه اللي احنا كنا بنتكلم عليه البيفت تيبل عموما مش بتلاقي السيتي جنبيها عدد الميل او عدد الناس اللي قدامها انا هوري لكم دلوقتي جروب باي سيتي ونعمل كده اكسكيوت ايه رايك في المنظر ده مش ده المنظر اللي بتحكي لي عليه ده كده انت كده انا ابتديت بقى اقتنع بالسيتي يا جدع الرجاله بقى بجد ما تقدر الرجاله بجد خليل فيها خليل يا جدع انا بقول لك اخويا وشبح فيعني يعني كبرني كده ماشي بص في بقى حاجه بقى تانية بقى احسن بكتير قوي بص بقى ده جروب باي احنا كده قلنا ايه ان احنا هنجروب باي السيتي في بقى حاجه بقى تانية لو تلاحظوا دي 14 23 89 في 44 طب انا عايز اعمل لها سورت السورت يعني ايه بقى اوردر ترتيب بقى من الصغير باي اوردر باي ايه بقى الكاونت ده بقى كاونت باي كاونت باي جندر بص لما اجي اعملها بص هو اوتوماتيك كده لما انت بتعملها كده بتعمل اسندنج يعني بالتصاعدي لما اجي ادوس كده سيلكت اكسكيوت بص جابها لك تصاعدي اهي 14 23 44 وهكذا طب لو انا قلت له التنازلي يبقى دي اس دي اس سي لا دي اي اس اي لا دي اي اس سي ديسندنج اي تمام ادوس دي كده جاب لي من الكبير للصغير ها حلوه كده يا يوسف ده انا بحبك يا يوسف والله والله وانا اكتر بقول لك احنا كويسين طب ايه اخبار الاس كيو ال كويس معاك لا جميل والله هو يعتبر زيه زي السيكوال سيرفر اللي احنا شغالين عليه وزيه زي البوست جري بص استاذ احمد اللي معايا استاذ هو هو كله طبعاً شغال على سيكوال سيرفر هو ادمن اصلا على سيكوال سيرفر تمام جميل جدا ماشي بقول لحضرتك يا باشمهندس دلوقتي مثلا لو الواحد ان شاء الله يعني كده ايه اتقن الموضوع وذاكره مره واثنين وثلاثه بحيث ان هو لما يجي يقدم مثلا على شغل ولا حاجه متوسط السالاريز كام يعني
تقريبا سلس مش من مش اول يعني مش من اول 10 او 12 وانت طالع. بسم الله ما شاء الله. يعني ده اللي هو ده لسه واحد جونيور يعني لسه على الله حكايته زي كده يخش على الموضوع ده ب 10 ممكن 12 ممكن 10 عشان 10 انا سمعت لحد وانت طالع. ده انا سمعت رقم يعني يزعل بصراحة. رقم كام قول لي كام؟ 5.5 لا 6 خمسة ونص ده قول له يعني انت تشتمه وتمشي. صح كده؟ صح كده. لو انا كان في حد قال لي سبله ويمشي على طول ما مش تشتمه وتمشي يعني خد موبايله ويمشي المهم يطلع منه بأي مصلحة ويمشي ما. لا ما بص بقى صح يا جماعة نصيحة مني ليكم قبل ما تبتدوا تروحوا أي شركة. أي شركة تكلمكم أي شركة تكلمكم وتتفق معاكم طب ممكن أعرف السالري رينج قد إيه؟ هقول لك بس لما تيجي تحدد قول له لا أنا عايز أعرف دلوقتي. بالظبط لو ما قالكش ما تروحش. ما أنا ما بروحش أقول له أوفر حق المواصلات. ليه بقى؟ ليه؟ لأن أنت ممكن تزعل من الرقم اللي ممكن يقوله لك. بالظبط. فأنا نصيحة مني ليك قول له لو سمحت، قول له لو سمحت السالري رينج قد إيه؟ هيقول لك مثلا السالري مثلا على حسب مثلا، فأنت تقول له لا أنا عايز أعرف. يقول لك أصل لسه ما تحددش. قول له يعني إيه لسه ما هو دي الحاجات دي لسه ما تحددتش؟ هو أنتوا منزلين وظيفة إزاي ولسه ما تحددتش الحاجات دي؟ ما انت عايز تجيبني ليه اصلا؟ ما انت عايزني ادب ليه المشوار؟ عشان بالظبط حاجه لسه ما حددتهاش. بالظبط يعني انا انتوا يعني انتوا مثلا لسه ما حددوش وجايين مثلا ايه يعني يعني تشوفوا لما ناجي يعني ولا ايه مش فاهم. فانا بقولها لك نصيحه يعني مني ليك، نصيحه مني ليكوا كلكم يا شباب. ما ينفعش تروح على وظيفه او تروح على انترفيو دي حاجه رقم 6. ما ينفعش تروح على اي انترفيو وانت ما تعرفش حاجه عنه. صح. لازم تبقى كل حاجه واضحه كامل. لازم تبقى كل حاجه كلير. قول له سمحت انا هشتغل ايه، قول له طب انتوا عايزيني في ايه في الانترفيو في التليفون. طب اصل ممكن يجي يقول لك مثلا تعالى لي 10 من رمضان وتروح المشوار تلاقي في الاخر يقول لك اصل انا حاطين مثلا 6 7000 جنيه فارقام غريبه يعني فاهم قصدي؟ صح. ما انا عشان كده انا بسالك انا حاطط الموضوع في دماغي. وعلى فكره يعني انا برضو انا من امبارح او من اول امبارح لحد النهارده انا شغال في اول محاضرتين عمال اركز في موضوع الاكسل اكتر. ركز مش عارف يا يوسف حاسس في الاكسل اكتر، ركز في الاكسل ما هو انا لان انا ملاحظ ان كده كده الحمد لله عندي يعني ايه خبره كويسه، مش هقول لك خبره كويسه بس يعني فاهم اقول لك مثلا 70% من الداتا بيز بخبره ان انا كنت شغال يا ابني. بص اكسل بص 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 انت مش محتاج اسمعني، انت مش محتاج انك تبقى عارف كل حاجه بس عارف بس محتاج انك لما تعطل تروح في المكان المناسب. بالظبط كده بس صح. انت من الاخر تبقى عندك خبره عن كل حاجه. بصوا يا شباب، بص يا صابر، بص يا خليل، بص كل حاجه الناس كلها. انا بقول لكم انتوا بتقعدوا تبقوا ماشيين، انتوا بتقعدوا تبقوا ماشيين بتبقوا بتتعلموا من كذا حاجه، عارف انت من كل بستان قطفه او زهره. زهره وانتوا بتقعدوا تجمعوا. ربنا كرمكم في اي حته تاني او في اي شغلانه انتوا عندكم النولج او انا فاكر ان الداتابيز محمد تحسين ادهالنا ما اعرفش ايه، انا فاكر ان الاس كيو ال او الباور كويري بيعمل كذا. فاهمين قصدي ايه؟ يعني عندي انا مثلا عندي فيدباك اقدر اتصرف بعدين. اقول لك على حاجه، لغه الام بتاعت الباور كويري اقسم بالله انا ما عارف هي بتتعمل ازاي، بس وقفت فيها مثلا امبارح مثلا كنت عايز اعمل اف قاعده اف فيها ليت واف وكده، رحت داخل على النت كتبت شات جي بي تي. حد يعرف شات جي بي تي صح ولا لا يا شباب؟ طبعا اكيد شات جي بي تي وجيميناي بتوع جوجل ده المنقذ ده. ماشي. طب بصوا انا يعني انا هفتح بس الكاميرا تتفرج بقى. ماشي طالع. ماشي ماشي. بصوا يا شباب انا اكلمكم بس كده اهو اهو، انتوا كده شايفيني صح؟ صح. بصوا يا شباب انا حد شات حد سمع عن شات جي بي تي عموما ولا لسه؟ سمعنا عنه شغال عليه بس بيوقف في العقل يا دكتور شويه. طب لحظه لحظه، هو بيساعد لك ما تعتمدش عليه. بالظبط. مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ مساء الخير، انا بخير شكرا، ازاي حالك؟ انا تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ انت كويس؟ انا كويس، انا كويس، انت اخبارك ايه؟ كويس. هو مش كويس لا 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 انا عشان فاتح الواي فاي. لا لا خلاص انا عشان فاتح الواي فاي. لحظه اصبر افتحها كده من هنا واوريكم بس حاجه كويسه. الو ازيك عامل ايه؟ الو مساء الخير. اجين خير.
زي حالك وحالكم؟ انا كويس والله الحمد لله. بص انا دلوقتي معايا متدربين معايا من جمعيه رساله، انا عايزك بس تسلم عليهم. طبعا السلام عليكم ورحمه الله، انا تشات جي بي تي واتمنى لكم جميعا جلسه مفيده وممتعه. اذا كان عندكم اي اسئله او تحتاجوا مساعده انا هنا للمساعده. انتوا سمعتوا شباب؟ اه تمام. بالضبط هو شات جي بي تي 4 او. طب بص انا عايزك تشرح لهم الفرق ما بين البرايمري كي والفورين كي جوه الاس كيو ال، ممكن تشرح لنا الحته دي؟ طبعا بالطبع، في اس كي ال برايمري كي هو عمود او مجموعه اعمده في جدول يميز كل صفر بشكل فريد سن، يعني كل قيمه في البرايمري كي تكون مميزه ولا تتكرر. اما الفورين كي فهو عمود في جدول يشير الى البرايمري كي في جدول اخر، وظيفته هي الربط بين الجداول مما يضمن ان العلاقات بين البيانات تكون صحيحه. للتوضيح، اذا كان عندك جدول الموظفين وفي عمود موظف اي دي كم؟ سمعتوا كده يا شباب؟ ظبط. تمام. وحضرتك بتستخدمه من تطبيق معين يا دكتور يا لهوي ولا يا لهوي انا بستخدمه طول حياتي يا ابني. بص اسمع اللقطه دي، من على المطبخ. اسمع دي، بص انا عايزك، انا عايز بس استشيرك في حاجه كده لو سمحت. انا ممكن تقول لي الرود ماب بتاعه الداتا اناليسز؟ يعني مثلا عايز اتعلم مثلا اكسل، باور بي اي، اس كيو ال، ممكن تقول لي كده اتعلم ايه الاول وامشي ازاي وتقول لي كده الخطوات لو سمحت؟ ممكن تشرح لي وتشرح للناس كمان اللي بتسمعني؟ انت سامعني ولا هو علق؟ ثانيه لحظه، انت سامعني كويس؟ قول له الو انت كويس. لحظه اوريك دلوقتي، ده انا اوريك حاجه، اوريك حاجه حلوه. بص بص انا دلوقتي عايزك تقول لي الرود ماب بتاعه الداتا اناليست، ممكن تشرحها لي كده بسرعه؟ الو انت كويس؟ ده عتل بيهنج يا دكتور، بيهنج اوقات بيهنج كده اللي هو لسه ما بيستوعبش. بصوا انا بس عايز اوريكم بس هو كاتب لي ايه. بص حاجات قد ايه كاتبها لي، خدت بالك؟ شايفين كده كويس؟ وبيعمل تفريغ صوتي. جامد قوي، جامد قوي 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 يا جماعه. انا في مره قلت له انا عندي، انا عندي مكرونه وعندي صلصه، ممكن تقول لي اعمل ايه بيها؟ انا مش بهزر، انا فعلا قلت له كده. يعني بصوا يعني ازيك عامل ايه؟ هو قطع باين عليه. هو كده في مشكله في النت في الموبايل ولا ممكن مشكله عندنا، مشكله عندنا، ممكن الانترنت عندنا كده كده اتطور. بس يعني شغاله دكتور من على اني اب. بص يا شباب تعالى اوريك ده، ببلاش على فكره، ده انا اوريك حاجات حلوه قوي. بص ما احنا اصلا ممكن يساعدنا فعلا في بعض الحاجات اللي احنا مش عارفين. يا ابني ده هيساعدك في حاجات كتير جدا. ده انت بص، ده انت استنى بس نقفل بس الكاميرا لحظة، ده هيساعدك في يا لهوي حاجات بالهبل. طبعا احنا كلنا عارفين المتصفح ده، صح كده؟ شباب يا دكتور مشهور عندنا طبعا. يا دكتور علي بالصوت، علي بالصوت عشان دي حتة مهمة. طبعا كويس اوي. المهم انت هتكتبه شات جي بي تي، او شات جي بي تي، شات جي بي تي دوت كوم، تمام؟ او تقول له ايه لو سمحت، لو سمحت ممكن تشرح لي الرود ماب بتاعه محلل او داتا اناليست. رود ماب اللي هو الطريق بتاعه يا جماعه، التراك ماشي ازاي. شايفين اللي هو بيكتبه ولا لا؟ طبعا. الاكسل، الاس كيو ال، فهم البيانات، فهم اساسيات الاحصاء، تعلم الادوات البرمجه، بايثون، ار، تحليل البيانات، تحليل البيانات المتقدم، تطوير المهني، بناء مشاريع، تواصل يا لهوي. بصوا قد ايه، بصوا ممكن اقول لا انا عايز الخلاصه، انا عايز بالمصري
بصوا اكسل اس كيو ال فيلم احصاء ادوات برمجه بايثون تحليل بيانات نظف البيانات وحللها تحليل متقدم معرفش ايه طب ايه البرامج او ايه المتطلبات او ايه ايه اللي مطلوب ايه المطلوب دلوقتي في السوق المصري خدت بالك من دي اتقان الاكسل بايثون اس كيو ال تحليل البيانات القدره على تنظيف تصور البيانات اللي هو الباور بي اي والتابلو اساسيات الاحصاء مهارات الاتصال خبره عمليه بصوا جامد قوي طب بصوا اخر حاجه خالص بصوا ايه علاقه ال اس كيو ال ب بال ار دي بي ار دي بي ام اس ار دي بي ام اس ده اللي احنا شرحناه اللي هي ريليشنال داتابيز مانجمنت فاكرين دي يا جماعه اللي هي البيانات اللي بتتربط ببعض الو تمام كده انتوا شايفين انتوا شايفين شايفه رحمه شايفه رنا شايفين الموضوع حلو حلو انت اول مره تشوفيها يا رحمه لا هو انا مستخدم تشات جي بي تي بس ما جربتش اساله الاسئله دي طب هقول لك مثلا اساله ايه مثلا طب اقول له دلوقتي انا دلوقتي محاضر وهشرح ال السيكوال اللي هو دي كيو ال ممكن تقول لي اعمل ايه في خلال محاضره واحده جامد جدا جدا ايه رايكم ده كاتب لك كمان يا دكتور الاوقات يعني المده اللي بتشوف فيها ده راجل متقدم ما شاء الله عليه ايه رايكم يا شباب ده جميل ليفل الوحش انا مش بهزر انا كل حاجه دلوقتي بقيت استخدمها في الاسك في الـ في اسمهم ايه ده في الـ في شات جي بي تي شات جي بي تي شات جي بي تي كمان تقدر تحط له حاجه وهو يشرحها لك يعني بص اقول لك انا على حاجه كويسه جدا يعني ممكن لو انت عملت له كده شايفين كده اللي انا بعمله ولا شايفين صح شايفين الـ الكتابه دي خليلي انت معايا انا مع حضرتك بس مش شايف اللي حضرتك بتعمله دلوقتي طب تعالى لحظه بورشن اهي نكبر دي كده لا ونكبر دي كده شويه شات جي بي تي ده كمان في ان انت تقدر لا مش هنا صح انا ممكن اجيبها له هنا كده شات عشان بس مسجل عليه هل ينفع ان هو يجيب لي الداتا اللي انا عايزها لا اهو بص اهي دي صورة التاتش فايل ركزوا بقى في اللي انا هعمله ده اقول له ممكن تحليل الصورة انا حطيت له صورة اس كيو ال يا جماعة شايفين كده صح هو انا ممكن اطلب منه فيديو يشرح فيه حاجة لا 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 في 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 حاجة اسمها صورة ده نظام جديد برضو منزلها مايكروسوفت خدت بالك عملت ايه الصوره دي قلت له ممكن تحللها لي قال لي سي كيو ال قال لي دي لانجويج خدت بالك من النقطه دي ده شرح لي كل يعني ده جوه الصوره خد الكلمات وشرح لي الكلمات اللي جواها حتى لو مش الكلمات يعني حتى لو صوره عاديه يعني مش لازم كلمات يعني ممكن هقول لك انا ثانيه ده انا جيت بلس لا انا كده خلاص لازم ان انا استنى 12 دقيقه يعني انا قصدي ان هو حتى لو صوره عاديه انت فاهمين قصدي ايه يعني الموضوع مش موضوع ان هي صوره فيها كلمات بس الموضوع ان هو حتى لو صوره عاديه يعني حتى لو صوره مش عارف اشرحها لكم ازاي بس حتى لو صوره عاديه لا هو هيشرح
هيقول لك الصوره دي عباره عن شخص إيه؟ يعني صوره شخص مثلا زي احمد عرابي مثلا نحط صورته هو يعرفه لوحده بالظبط بالظبط ايوه صح ايوه هو يقول لك ده ايه ما هو بيجيب لك صور اللي شبهها لا 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 جامد قوي انا مش بهزر جامد قوي بجد يعني الموضوع هيفرق معاكوا قوي قوي. انت نشغله ازاي على الموبايل يا دكتور معلش؟ شات جي بي تي اكتب شات جي بي تي طلع الموبايلات دلوقتي يا جماعه واكتبوا في جوجل بلاي ستور شات جي بي تي. يعني افضل انا قصدي اني افضل ابلكيشن ليه. هو اسمه شات جي بي تي ما اعرفش اسمه شكله ايه ثواني اقول لك. بس كده استنى. شات. جي بي تي اللي هو الشاشه الشكل بتاعه لونه ابيض ده اللي هو ده شايفين الصوره دي كويس دي بعته على الجروب تمام اسلم ايديك اللي هي اسمها شات جي بي تي مش اللي هي شات بوت اي اي اسمها شات جي بي تي بس الو ايوه ده اسمها شات جي بي تي فقط تمام. مش شات جي بي تي بس انتوا فاهمين اللقطه دي شات جي بي تي ده ممكن يعني يعمل لك حاجات كتير قوي يعني ممكن مثلا شايفين مثلا اللقطه دي مش احنا دلوقتي كنا فاتحين الاس كيو ال مثلا ونيجي مثلا نكتب ثواني اعمل بس كده دي واعمل شير دي كده للبورشن اهو انتوا كده شايفين صح كده شايفين دي صح كده تمام بصوا لو انا جيت كتبت مثلا دي وشلت دي كده شلت اللي هي علامه الكوتيشن دي كده وخدت ده كده كوبي رحت له اقول له ممكن تقول لي تعرف ايه بقول له ممكن تقول لي المشكله فين ها 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 بصوا قال لي ايه بصوا ركز في اللقطه دي قال لي الاقتباس بص اقتباس الميل غير مكتمل يجب اخلاق الاقتباس بعد ميل خدت بالكم ولا لا انا كنت كاتب له الميل هنا من غير كوتيشن راح هنا عدلها لي قال لي كوتيشن وقال لي اكتبها لي خدت بالكم من اللقطه دي ما شاء الله ما شاء الله لا ده الموضوع اتطور خالص يا صبري الموضوع اتطور خالص لا الراجل ده الراجل ده دارس بره جوه يا دكتور ايوه الراجل ده جامد جدا انت تعدي الانترفيو وتخلي هو يشتغل وتقبض انت اخر الشهر بالانترفيو على فكره للعلم بس بالشيء الانترفيوهات انت ممكن تقول له بص انا النهارده عندي انترفيو للداتا اناليسز اعمل انترفيو انتر اهو فيو ل ك ك قصدي ك تحليل البيانات داتا اناليست ممكن ده الواحد يفتح المايك يا دكتور ويلبس الايربودز ويسمع هو الاسئله يجاوب ويديني الاجابه وانا جاوب بص اهو ممكن تقول لي اعمل ايه بص والله ركز كده ممكن تقول لي اعمل ايه بص هيقول لك دلوقتي تعمل ايه تحضير امثله عمليه ممارسه الاشكال طب انا رايح مثلا نفترض مثلا انت حد قال لي ان هو في شركه اسمنت صح كده مثلا زي صابر صح مظبوط انا رايح شركه اسمنت ممكن تقول لي اعمل ايه علشان اكون مميز هو بس يعني شغال بس براحته يعني بص بيقول لي فهم الصناعه استعرض تحليل البيانات ذات الصله تصوير عرض مهارات البرمجه تسليط الضوء على مهارات الاستراتيجيات بص يا جدعان جامد جدا 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 بجد بجد الموضوع مختلف خالص في شات جي بي تي يا دكتور انا قبل كده استخدمته بس يعني بس كل الخدمات دي مجانيه مجاني ما تقلقوش مجاني انا استخدمت يا دكتور قبل كده كنت عايز اشتري موبايل قلت له عايز موبايل امكانياته كذا وحدود كذا طلع لي كله طلع لي طب اقول لك على حاجه صبر اقول لك على حاجه انا بستخدمها انا كمحاضر انا في الاكسل بص ركز كده في اللقطه اللي انا هقولها لك دي انا عايز 100 اسم مصري ركز في الكلمه دي مصري في هيئه جدول على الاكسل
في هيئة جدول زي الإكسل، زي الإكسل. بص جاب لي الإيه، بص جاب لي الميت اسم عاملين إزاي ما شاء الله. لا طب أنا عايز ميت اسم، أنا عايز ثنائي أسماء رباعية بقى، رباعية مثلا، رباعية. انتوا فايتكوا كتير قوي يا شباب، فايتكوا كتير قوي. اهو بص اهي. طب انا اقول له ايه؟ طب انا عايز لوجن، ستاي لوج اوت. بص هقول له، ممكن اقول له ايه؟ هقول له طب انا عايز، طب انا عايز بدون الارقام، الارقام دي مش عايزها، بدون ارقام. بص اهي، خدت بالك؟ وتاخدهم تحطهم في الاكسل. ممكن اقول له في الجدول اهو، اقول له هتهالي، هات لي في هيئه جدول زي الاكسل بدون ارقام. اهو اتفضل، اي خدمه. ممتاز، اي خدمه. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك والله. خلاص كده خدتوا كده المعلومات الحلوه اهي. زي الفل، تمام. نرجع بس نكمل المثال ده الاخير ده بتاع الورك بنش وخلاص. تعالى بقى نرجع دي كده ميل دي ونقفلها. رحمه انت تمام يا رحمه؟ تمام معاك يا دكتور. بس كده شكرا. بصوا يا شباب، خليل انت معايا؟ بحضرتك اتفضل. ماشي. بصوا شباب، الجزء ده كده احنا خلصنا بتاعة جروب باي واوردر باي. طب دلوقتي انا عايز بقى اصغرهم، ما هو الحاجات دي بتجيلي بارقام كبيره. يعني مثلا لو انا مثلا اخترت، شايفين ده مثلا 1 2 هم 8، فانا مثلا اروح قايل له انا عايز مثلا اعرض لي مثلا حوالي 5، بقول له ايه ليميت، في حاجه اسمها ليميت، ليميت 5، بقول له كده كوتيشن عايز اكسكيوت جاب لي الخمسه. طب اقول له 3 اقول توب 5 مثلا، توب 5. طب لو انا خليت الستوب 5 دي عشان ادي ديسندنج اللي هي ايه، اللي هي تنازلي من اعلى لاصغر. طب لو انا خليتها بقى كده ودوست اكسكيوت على طول، هيجيب لي ده بقى البوتوم، البوتوم 3 اللي هم اقل 3. لو عايز التوب، ما هو التوب ده اللي انت بتعمل دي دي اس سي اي اللي هي دي ديسندنج. لا دي رقم، الكلمه دي صح، دي اي اس سي، دي اي اس سي اهي، وتقول له كده اكسكيوت جاب لك اعلى 3. تمام. اللي انت بترتبهم الاول ترتيب تصاعدي او تنازلي، وبعد كده تعمل لهم ليميت فبيجيب لك الداتا. ونصيحه شباب، نصيحه، لازم تعمل ليميت في الداتا بتاعتك، لان الداتا لو كبيره جدا هتضرب في وشك. تمام. الو تمام. تمام. بصوا انا عايز بس خدوا كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه ونبتدي تاني، علشان انا حاسس يعني ان في ناس ما بقتش تتكلم. يعني الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي يا نهار ابيض، لو ربنا مركزين بس يا دكتور. انت يا حبيبي ده ابو واحد صح؟ الو. لا بدوي يا دكتور. ايه بدوي؟ امال فين ابو واحد؟ هو فين بدوي؟ ابو واحد هتلاقيه خرج يصلي العصر بس يا دكتور. ماشي. انا بس الساعه دلوقتي 5 الا 5، 5 و10 نبتدي. خلاص شباب، 5 و10 يعني خدوا راحتكم كده، اعملوا شاي عشان خلاص. على فكره اللي جايه دي هنشرحها وخلاص على كده. ماشي يا شباب؟ تمام تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. 5 و10 يا جماعه نبتدي. ها 5 و10 ماشي. اي تي اي؟ لا مش اي تي اي. على اي تي اي يا دكتور؟ لا مش اي تي اي، لا لا لا. شركه حاجه كده قديمه جدا من مجال، بتدي ام بي اي وبتدي بي ام بي، لو تسمعوا عن السيرتيفيكيشن دي. في كده مشاريع، في كده سيرتيفيكيشن بي ام بي وفي ام بي اي وحاجات زي كده. وعلى فكره هم قبلوني وانا مش سيرتيفايد، يعني انا مش مايكروسوفت سيرتيفايد. فعلى فكره الموضوع ده لسه من اسبوع، على فكره الموضوع مش من بعيد يعني. فقالوا لي خلاص انت معانا، مع اننا احنا ما بنقبلش اي حد مش سيرتيفايد، يعني ما بنقبلش حد معهوش شهاده تي او تي او مايكروسوفت سيرتيفايد انجينيرنج وكده يعني. بس هم لما شافوني
وعملت كمان ده بقى من ضمن الحاجات بقى يوسف بقى انت بتقول لي بقى ايه ده واحد بيقف معاك ده انا اقول لك بقى على حاجه اغرب واغرب ده في ناس ده قعدت معاهم وقالوا لي الدين ادي محاضره لينا شفت تعب اكتر من كده والله ما بهزر ربنا يزيدك يا دكتور ربنا يخليك يا رب والله فلقيتهم بيقولوا لي ادي بقى محاضره لينا كده قلت لهم نعم قال لي اه والله ادي محاضره لينا ورينا كده انت بتعمل ايه اخبارك ايه حياتك عامله ازاي قلت لهم تمام حاضر يعني بس ف الحمد لله بس فالدنيا الحمد لله اتحسنت و بس كده فربنا كرم والدنيا بقت جميله وربنا كرم جدا يعني والحمد لله خير يعني ماشي يا هندسه ربنا ان شاء الله يكتب لك كل خير فيما هو فاضل باذن الله يا رب يا رب يا رب يا شباب يا رب يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا بيسجل تمام زي الفل قوي يلا بينا يا شباب يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم فاكرين احنا دلوقتي عندنا الداتا هي بتاعتنا اهي نعمل مثلا اول حاجه بس نعمل اول حاجه ايه سيلكت فروم كنترول ريتيل صح كده كويس قوي ونعمل كنترول انتر يجيب لنا الداتا على طول تمام تمام دلوقتي انا عايز دلوقتي مثلا التوتال اماونت ده انا عايز اعمله زي كاتيجوري كاتيجوري اللي هو ايه اصنفه او اعمله حاجات تصنيف ما بينهم يعني فدلوقتي ايه اللي هيحصل في الكاتيجوري ده انا دلوقتي مثلا عايز اقول مثلا لاقل من 200 ده لو اللي من بين مثلا 200 و 400 ده مثلا ميديوم وغير كده هاي مثلا فاكر يبقى هنعملها بايه ها نعملها ب ان ب اف فاكرين قاعده اف اليوسف بيخاف منها دي قاعده اف بقى ده شبه مع الاكسل بالظبط ولا ايوه 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 بالظبط جدع خلاص تمام زي الفل يلا بينا يا يوسف انت انا عارف انت بتخاف من من اف دي ف لو اي حاجه تبع الاكسل بخاف منها طب يلا والله ما تقلق يا يوسف لا ان شاء الله لذيذ على فكره بص احنا اول حاجه نعمل سيلكت اهي وننزل دي كده لتحت شويه هنقول له ايه اف هنقول له ده انا بوز الساوي كمان تخيل اف اهي وهنفتح القوس ونقول له ايه ونقول له ايه ان التوتال اماونت ده توتال توتال اماونت المشكله بقى ان هي مش بتظهرش اي حاجه بقى او مش بدوس مثلا على حاجه كده لا هي لازم اكتبها بايدي رخمه قوي الموضوع ده توتال اماونت لو اصغر من مثلا 400 مثلا مثلا اذا لو طب لو لا اذا هاي في كوشيشن بس يا دكتور خليها نعم بعد اللو على طول الكوشيشن على اللو هي مش جايه اساسا يعني كلمه لو هي دي من كوتيشن اهي كده اذا لو طب لو لا اذا أيوة. هاي تمام كده فكده انا عملتها اف بقول له ايه سيلكت اول لو التوتال اماونت ده اقل من 400 اذا لو ولو اكتر من كده اذا هاي فروم ريتيل وادوس كده اكسكيوت قال لي غلط غلط ليه يبقى لازم ايوه صح اقفل الكوس ده بس اقفل الكوس هنا عشان تبقى الاف دي اخرها الحته دي الريتيل دي لا واعمل كده كورسبوندنج غلط طب ليه غلط عشان الكومه معلش انا اسف متاسف اهو وراح قال لي ايه اي سيلكت اول وبعد كده كومه واقول له اف وبعد كده فروم ريتيل فجاب لي الحته دي بص المنظر هنا عامل ازاي خدت بالكم المنظر ده هنروح هنا جايين نقول له ايه از ونقول له ايه كاتيجوري اللي انا عايزها تتكتب كاتيجوري الاس دي يا جماعه اسمها الياس الياس
دي بتبقى في اللي هي بتبقى موجوده في الاس كيو ال في بي اي في الفي بي اي في الايميل. لو حد يعرف الايميل يقول لك ده إلياس مثلا، يعني انت اسمك يوسف محمد هتبقى ايه واي محمد، دي اسمها إلياس. تمام كده يا شباب؟ اي وندوس كده تيك، بعد كده تبقى كاتيجوري. فبقى دلوقتي 150 دي بقت لو، وفوق ال1000 وغير يعني اقل من 400 بقت لو، وفوق 400 ايه بقت هاي. تمام كده يا شباب؟ على فكره سهله جدا على فكره. تمام يعني الموضوع مش 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 صعب والله. بس لو احنا بقى عايزين اكتر من 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 حاجه، دي بقى اللي هتفرق. مش هتبقى اف خالص، هتبقى في حاجه اسمها كيس. كيس بيقول لك وين، كيس وين بنقول له ايه؟ لو التوتال اماونت اقل من 100 مثلا زين لو، صح؟ زين بس زين اه زين زين دي بقى مش بص دي العفرطه بتاعت الاس كيو ال، اي حرف هيوديك في في هيوديك ورا الشمس. بينور لنا اهم ايوه بينور الحمد لله. وين لو التوتال اماونت ده، لو التوتال اماونت ده بتوين بقى، في بقى فاكتور كده او اوبريتور اسمه بتوين، بتوين بتوين كده ملهاش اشاره يا دكتور. نعم ملهاش اشاره يعني بتتكتب بتوين. ايوه ايوه بتوين من 100 يعني من ما بين من 100 الى اند 400. تمام زين 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 يبقى ميديم ميديم. طب وبعد كده نعملها مثلا واحده تانية اسمها وين ثالثه توتال اماونت لو اكبر من 400. انا فاكر والله الطريقه دي كويس، انا فاكر الشرح ده شرحته قبل كده. زين هاي هاي. تمام ودي بقى نقفل بقى ايه، نخليها هنا كده كيس لازم تتقفل باند اند. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب اهو تعالى نعملها كده اند اهي فروم ريتيل، ونعمل كده اهو بص جاب لك اهو قسمها لك. لو اكتر من كونديشن تبقى لو لو كنت اتنين كونديشن يبقى اف، لو اكتر من كونديشن يبقى كيس وين اند. تمام كيس وين. فبص بص الداتا قد ايه، فنقول له ايه بقى عند الاند دي بقى نخليها من كاتيجوري بقى، يبقى از كاتيجوري 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 اي، وندوس فينش قلبها لك كاتيجوري اهي، فقلبها لك ميديوم وهاي ولو. دي كيس وين. طبعا بقى كيس وين دي يا جماعه تقدروا تدخلوا فيها يا لهوي بلاوي سودا بتحصل في الـ في الاس كيو ال في الكيس وين دي، من ابسط الامثله اللي ممكن تشوفوها وتعرفوها. طب هنا نقدر نحط اكتر من 3 شروط؟ اه طبعا تحطي مليون شرط يعني ما عنديش مشكله. هي احسن من اف يا دكتور. نعم احسن من اف بكتير الحركه بتاع الكيس وين. مفيش مشكله، انا احسن انا بكلمك في حته ايه، ان اف موجوده وكيس وين موجوده، فاهم قصدي؟ كيس وين دي بتستخدم اكتر شويه. انا ما قابلتش اف دي جوه ال اسمه ايه ده جوه البتاع كتير يعني، يعني جوه قصدي جوه يعني الشغل كتير، كل قابلته كيس وين دي قابلتها كتير قوي في الشغل. كيس وين يعني فليكسبيليتي اكتر من اه انا قابلتها كتير. تعالوا بقى نشوف بقى حاجه كده، فاكرين الحركه دي يا جماعه سيلكت اول دي مثلا فروم ريتيل كان بيجيب لي الداتا عادي، بس لو انا قلت له مثلا سيلكت مثلا وليكن كاستمر اي دي والجندر مثلا جندر وكاونت مثلا مثلا ايه او افريج مثلا افريج اي في جي توتال اماونت، اقول لك اهو توتال اماونت. بص اللي هيحصل، هيقول لي لا لازم تعملها ايه في جروب باي. فاكرين جروب باي اللي احنا لسه شرحناه من شويه جروب باي؟ بس الفكره لا انا مش عايزها كجروب باي، انا عايزها ان هي تتحط جنب بعض، يعني يتحط لي كده الكاستمر اي دي كده والجندر كده والافرج جنبيهم، افرج التوتال ده يبقى جنبيهم. فهنا يحصل ايه؟ هنا بقى يجي فكره حاجه اسمها سب كويري، مش كويري اسمها سب كويري، حاجه كده مدرجه تحتيها اسمها سب كويري. هنعمل ايه؟ شايفين انتوا
اللي هو سيلكت كاستمر اي دي وجندر عادي خالص، احنا دي ننزلها لتحت كده ونكتب دي عادي سيلكت اهي سيلكت وتفتح كوس وتخليها عادي كانها لوحدها. خدت بالكم ولا لا؟ الو تمام. وهتروح ولحظه يطلع دي لوحدها. نعم يطلع دي لوحدها بعد كده يخش على الامر الثاني. بص هوريك بقى حاجه ثانيه بقى، وتروح عامل كده كنترول سي وتحطها هنا كده وتكتب هنا كمان فروم ريتيل، تعمل سيرش قصدي تعمل قصدي دي هيقول لك برده غلط. يبقى هنشوف دلوقتي عشان نحط لها اقواس لوحدها سلك. ما انا كده صدق ما حطيناش دي اقواس دي. صح 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 انت بتتكلمي صح، انا نسيت السلكت دي فعلا احط لها اقواس. يبقى نقفل الكوز ده ونقفل الكوز ده ونعمل دي كده. لا هي لا يبقى كده معلش انا اسفه برضو. الله ازاي يا جدعان ما هي دي والله ده سبكو ايه. طب استنى كده نشرحها بالاول اصبر. سيلكت اهي خلينا دي كده ننزل كده تحت كده خالص سيلكت جندر وي دي وبعد كده نفتح قوس ونكتب سيلكت مثلا كاونت جندر مثلا كاونت جندر فروم ريتيل وننزل هنا كده خالص عشان احنا هنا دي لسه ما قفلناهاش سيلكت فروم ريتيل بالظبط اهي جت اهي جاب لي ان عدد الجندر قد كده. ممكن بقى نعمله مثلا افريج مثلا افريج اللي هو مثلا التوتال اماونت. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني احنا جبنا بصوا هو ما بينفعش ان انت تجيب ده عمدان مع مجموع حسابي. المجموع الحسابي هيجي يقول لك اعملها لي جروب باي. يعني لو انا شلت دي كده لو انت شلت قصدي دي كده اهي وعملت دي كده هيجي يقول لك هنا انت لازم تعمل لها زي جروب باي. خدت بالك من جروب باي دي اهي؟ الو معلش ليه لازم اعملها جروب باي؟ لازم تتعمل جروب باي. يعني هو ما بيقراش الحته دي يعني عمره ما يعني هيجيبها ازاي؟ قولي لي كده هيجيبها ازاي؟ قولي لي كده مخيلتك في الحته دي ازاي؟ بصي لما اجي اقول له مثلا سيلكت الكاستمر والجندر بصي بيقول لي ايه؟ هيجيب لي الكاستمر والجندر اهو جنب بعض صح؟ تمام. لما اجي بقول له انا عايز مجموع او الافرج بتاع التوتال اماونت هيجي لي ازاي هنا؟ فهمتي قصدي ايه؟ فهنا بقى يجي فكره هنجيبها الياس يعني ولا لا هيجي هنا فكره السب كويري اللي انا اروح اعملها هنا كده عشان يجي لي الافرج بتاع الحاجه هنا. هنقول له سيلكت كاونت او افرج مثلا افرج توتال اماونت فروم ريتيل دي كده ونقفل الكوز ده كده وندوس دي كده. هو ما اعرفش هي ليه على طول بتبقى توتال ناقص ال فيها توتال او ما بص بقى شفتوا بقى دي المشكله العويصه اللي انا بقع فيها اهي بس كده هتيجي بالشكل ده. لو انت ما عملتيش كده لو انت ما عملتيش حاجه اسمها سب كويري مش هتمشي معاكي. فاهم قصدي ايه؟ هتجيلك مشاكل فيها. تمام كده يا يوسف يا دكتور بقى احنا ازاي نعرف ان احنا محتاجين جروب باي في بعض اللي قدام يعني ما هو جروب باي. بص بصراحه مش هكدب عليك يا صابر جروب باي ده جميل قوي. ده حتى جروب باي دلوقتي ظهر في الاكسل في اكسل 365 نزل فيه جروب باي. جروب باي جميل. بص انت بتعمل ايه مثلا تقول له انا عايز ايه بص كده في الحته دي تقول له انا عايز الكاستمر اي دي والجندر وعايز افريج مثلا افريج التوتال اماونت توتال. اول ما تيجي هنا يقول لك اعمل لي جروب باي هتروح قايل له هنا جروب باي جندر هي مش عايزه اللي تيجي فروم ريتيل جروب
باي. كاستمر اي دي توتال افريج توتال اماونت. الله ازاي. طب استنى كده لحظه, بخلي دي هنا كده. سيلكت افريج معرفش ايه, افريج وكاستمر اي دي وجندر فروم ريتيل, وبعد كده بقول له جروب باي بي. طب استنى كده لحظه معلش لحظه سيلكت السيتي و افريج توتال اماونت فروم ريتيل, او نخليها يعمل افريج بس الاول, خلي دي كده او خلي دي هنا كده معمول عليها علامة دي, ونعمل دي كده قبل السيتي. طب لو انا عملت دي كده وعملت دي كده هيقول لي لازم تعمل جروب باي, هقول له لازم اروح جاي هنا واكتب جروب باي. ايوه كده جروب باي سيتي. بص شكله بيعمل ازاي, خدت بالك ولا لسه؟ انتوا كويسين ولا ايه؟ بص بقى, بص بقى هنا بقى افريج توتال اماونت دي ممكن نروح عاملين كده از اي في جي اماونت, ونروح عاملين دي كده اي في جي نخليها قصدي كده اماونت. لا او اي في جي وخلاص, انا هحطها في سنجل كوتيشن. لا مش ينفع تحط في سنجل كوتيشن, هتبقى اي في جي اماونت اهي. لما انت تكتبها بص يا جماعه في السبيس, السبيس بصوا يا شباب اي حاجه فيها كلمتين لازم تحطوا ما بينها اللي هو اندر سكور ده. يعني لو انا شلت الاندر سكور دي وخليتها سبيس دي كده ودوست كده مش هتتقري, لازم تحطوها ما بين اندر سكور كده. وضحت محمد في الجدول؟ وضحت يا شباب تمام. انتوا كويسين كده ولا ايه؟ ماشي. بقى نفتكر في الحاجة دي بقى يا دكتور. سكوا بعيد قوي ليه كده؟ الحاجة دي نطلعها للعلن ده ازاي يا دكتور؟ يعني ايه للعلن؟ اه يعني اكسبورت, يعني اهي ما اكسبورت اهي في اكسبورت اهو ريكورد اهو تطلعه اهو سي اس في وتحطه هنا كده على الديسك توب بيسمع. ايوه بقى كشكل نفس الشكل اهو تعالى مثلا نكتبه مثلا كتست اهو تست اي حاجه وسيف اهو ونفتح كده. اهو تمام كده يا صابر. تمام كده حلوه كده الحمد لله. بعد كده بقى نعمل بيه الداشبورد صح؟ اي حاجه بقى, يعني انتوا تطلعوا الداتا وخلاص, يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني انتوا بس تطلعوا الداتا بس وخلاص وبعد كده تشتغلوا عليها. نعم احنا كده استخرجنا المعلومات من مثلا مليون رول نطلع منها المعلومات اللي احنا عايزينها هيئه الجداول اللي بس كده, وبعد كده تطلعوها بره بقى وتشتغلوا عليها بره. على فكره خدوا بالكم والله يا يوسف, يا يوسف معلش انا اسف, يعني انا عايز بس اوصل لك حاجه, ان لما انت بتطلعوا الحاجه وتشتغلوا عليها الاكسل, الاكسل احسن بمراحل يا جدعان والله. طب هو في سؤال بس يا باشمهندس اتفضل. دلوقتي انا عايز اعرف دلوقتي فايده الاس كيو ال, يعني انا بعمل امبورت للداتا من شيت اكسل عشان افلترها مثلا؟ لا طبعا انا بوريك تاني فهمني انا ولا هي فايدته؟ لا انا لسه اوريك حاجه تانية. بص انا اوريك ان دي حاجه دي بتشتغل على الداتا نفسها, انت بتشتغل على الداتا بيز نفسها. يعني افترض ان دي ما بقتش اكسل, انت بتتعامل مع حاجه مش اكسل دلوقتي, انت بتتعامل مع داتا. هي انت ما هي الداتا دي انا جايبها منين اصلا؟ ما هي الداتا دي بتبقى جايه لك مثلا من الشغل مثلا من
اسمه ايه من اكسل؟ لا انا عايز اعرف جايه لي في صيغه ايه مثلا. بص 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 معني كويس. الاس كيو ال بيكون في حاجه اسمها ادمن، حاجه اسمها ادمنستريتور او واحد ادمن، هو ده اللي بيعمل الاستراكشر بتاع الاس كيو ال كله، وبيروح عامل حاجه اسمها جي يو اي. جي يو اي ده اللي هو بيربطه بالداتابيز، بحيث لما العميل بيدخل البياع يروح كاتب اسمك ايه، اسمك كذا كذا كذا، عنوانك، رقم تليفونك، كذا كذا كذا، تبقى جي يو اي. لو ما حدش يعرف يعني، اللي يعرف يعني جي يو اي، تبقى واجهه اسمها جرافيكال يوزر انترفيس، اللي بتبقى واجهه تدخله زي استماره كده، كانه بيملى استماره، تمام، وتروح داخله على الداتابيز. لما بتخش على الداتابيز هو ده اللي انت بتشوفه، اللي انت زي كلمه ريتيل اللي انت شايفينها دي. تمام كده وضحت كده شويه؟ تمام كده وضحت. يعني انا باخد، يعتبر باخد من الداتا بيز نفسها، باخد الداتا نفسها من الداتا بيز. اه والله، وربنا يشفي. صح كده. ايوه لا انا بفهم، بس اصل يعني انا اللي جه في بالي مثلا، هل انا ممكن اعمل امبورت لشيت اكسل على الـ اكيد على الـ لا لا اكيد لا، ده دي حاجه كده تجريبيه، بس دي حاجه تجريبيه. بس انا اوريك بس حاجه، انت لسه برضو قطعت برزقك في حاجه كده جايه لك دلوقتي عشان تربطها بحاجه، عشان دي اخر حاجه والله انا اتكلم فيها. بصوا اوريكم بس حاجه كده تبسطكم قوي، وهي فاكرين الفي لوك اب، الفي لوك اب بتاع زمان ده كده اللي هو الغالي ده، فاكره ده يوسف؟ الفي لوك اب والاكس لوك اب والكلام ده. بص انا عند دلوقتي عندي ريتيل، وهنجيب بقى واحد تاني اهو، ندوس كليك يمين تيبل داتا امبورت ويزرد، وهنيجي هنا نعمل براوز ونجيب الاريا مانجر وندوس نيكست، وندوس نخليها دي مثلا اريا، ندوس نيكست وندوس نيكست. دي يا جماعه الداتا، بيقول لك الداتا بتبقى عامله زي دي، الداتا اللي موجوده اللي هو الريجن والمانجر، خدت بالك؟ ريجن ومانجر بس كده، والاثنين تكست، الداتا الداتا تايب تكست. وندوس نيكست وندوس نيكست وندوس نيكست وندوس فينش، ونعمل هنا ريفرش، جالي هنا الاريا اهي، مانجر وريجن، الموضوع مش صعب. طب تعالى بقى نشوف، نستكشف ده كده، نعمل سيلكت على الاريا، سيلكت اول فروم اريا، قال لي ان ده اسمه مانجر، الريجن اسمها كايرو، واللي ماسكها اسمه وليد، وجيزه ما اعرفش ايه، ومنصوره ايه. تمام كده يوسف؟ تمام تمام. وعندنا هنا في الريتيل اهو، تعالى نعمل دي كده بقى، نقفل بقى نقفل بقى لما نكون عايزين نقفل خالص الكلوز، او اسمها السينتاكس بتاعت الاس كيو ال، بندوس سيمي كولون ونقول له ايه، عايزين نعمل سيلكت اول فروم اللي هو ريتيل، ونقفل دي كده. ايه اللي هيحصل يا جماعه لو دوست على دي؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحط الكل جنب كل سيتي. لا 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 لا، انا بقول له سيلكت، ما بقولوش حاجه تاني، ندوس سيلكت اهو. قال لي اهو بص، السيلكت اهي، الريتيل اهي، اهي دي الداتا بتاعته، والاريا اهي الداتا بتاعتها، خدت بالك اهي؟ تمام. فدي السيتي ودي ايه؟ الاريا. فاحنا عايزين نشوف بقى ايه المترابط ما بينهم. هنعمل ايه؟ هنقول له بقى بص يا عم الحاج، هنقول له سيلكت all from retail، في حاجه اسمها inner join، اللي فاكر inner join ده اللي هو ده الجزء اللي في النص ده، ده جدول وده جدول اللي في النص، تمام؟ احنا عايزين اللي مشترك ما بينهم، ولا يا عم يوسف؟ صح. فاكرين الباور كويري الليفت والاوتر جوين؟ فاكرينه ده؟ فاكرها يا رحمه؟ هي دي بقى احنا جايين لها في الاس كيو ال اهي. هنقول له ايه؟ انر جوين، انر جوين، انر جوين، او جوين على طول مش فارقه يعني. انر جوين بيقول لي انت عايز تربط بايه؟ اقول له انا عايز اربط بالاريا، انا عايز قصدي شيت الاريا، هو ده اللي يبقى ظاهر اون. انت عايز تربط بايه؟ اقول له انا عايز اربط الريتيل، ايه اللي مع الريتيل؟ ايه اللي هنا شبه التاني؟ السيتي، السيتي اهي، ريتيل دوت سيتي بيساوي اريا دوت، الاريا هنا ايه؟ دوت ريجن، الريجن اهي صح ولا غلط؟ ريجن، ونعمل سيلكت، ده الريجن اهي، وجاب لي جنبها المانجر اهو.
خدت بالكم ولا لأ؟ انتوا معايا ولا مع الأسف؟ معاك يا باشمهندس. الدنيا كده بقت وضحت ولا لسه؟ بس لو تلاحظوا خدوا بالكم كده من حاجة. بص ركز في الحتة اللي أنا جايبها. احنا ليه عملنا ريتيل دوت سيتي؟ ما هو الريتيل دوت سيتي اللي كتبناها بالطريقة دي أصلا. ما هي دي ده الرابطة بتاعتها. الان اي جوين بيتعمل بتربطيه بايه؟ بالجدول، وجوه الجدول العمود، صح ولا غلط؟ ما هو الريتيل اهو، الريتيل جواها اسمه ايه؟ سيتي اهو، سيتي اهي. فانا قلت له ريتيل دوت سيتي، والاريا الاريا اهي جواها الريجن، يبقى ريتيل دوت ريجن. طب لو احنا عملنا الليفت جوين، ها تعالى اوريك حاجه بقى كده. بص الليفت جوين ده، بص خدت بالك نل اهي، خدت بالك من النل دي؟ لان اسكندريه مش موجوده في الـ في الـ في الـ في الاريا، ملهاش مدير. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. طب انت كويس يا يوسف؟ السلام ورحمه الله. يعني انتوا فاهمين يعني اصل اسكندريه ملهاش داتا. اسكندريه ملهاش داتا. ايوه بالظبط بالظبط، لازم اطلع نل. صح كده، ملهاش مدير، ملهاش داتا. يعني بالزبط. بصوا لو احنا عملنا دي كده، ركزوا في اللي انا اقوله لكم. تعالى كده نعمل كده سيلكت فروم اريا، دي مثلا دي، انا عايز بس الحته دي كده، سيلكت اول، قصدي سيلكت اول فروم اريا، ونعمل دي كده. ما انا عايز، مش عايز افتح، مش عايز اقفل دي، اقول لك تعالى نقفلها دي وخلاص بقى. سيلكت اول فروم اريا، مش هتلاقي هنا اسكندريه، هنا مفيش اسكندريه. خدت بالكم؟ خدت بالكم ولا يا شباب؟ مفيش هنا اسكندريه. فطبعا لما احنا عملنا الليفت جوين هناك، لما احنا ايوه بالظبط، لما احنا عملنا الليفت جوين هناك ما بقاش، مش اريا. انتوا معايا صح كده ولا ايه؟ اه تمام. بس كده يعني انتوا فاهمين اللقطه دي؟ يعني انا مثلا هعملها هنا تاني، ثواني نقفل بس في الشير ده كده لحظه، عشان الشير ده، لا الكاميرا قصدي، عشان بس تبقى الدنيا ماشيه سريعه شويه. هنقول له ايه؟ هنقول له سيلكت. انا فعلا مبسوط جدا 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 اللي انا اتعاملت معاكم جدا والله، يعني حاجه. انا فعلا والله انا اللي ليا الشرف جدا والله. فان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا اكتر. انا يعني الداتا اناليسيس دي اكتشفت ان هي دبلومه صعبه. لينا الشرف والله يا دكتور، وهنستنى نكمل معانا ان شاء الله. الدبلومه اللي قلت عليها ربنا يكرم والله، ربنا يكرم واخش في البايثون والله. انا فعلا يعني الايام دي يعني ببتدي اقرا كده شويه حاجات في البايثون كده، وايه يعني رجليها عماله تاخدني كده معايا شويه. فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم. ونتقابل يا دكتور برضه قريب في ارض الواقع. يا والله اتمنى والله. انا قلت لك انا من الزاويه، انا من الزاويه الحمراء، اي حد بيجي الزاويه الحمراء كلمني انا تحت امره، انا قريب جدا يعني. فاتمنى ان اشوفكم يعني ان شاء الله على خير. وانا بس اشرح لكم بس الحته الاخيره دي في الاس كيو ال، وعايزين بقى نتكلم. تعالى بقى كده نعمل شير. على فكره في ناس وقعت مننا زي الحمام، يعني انا لاحظت كده ان في ناس وقعت ونامت خلاص كده. بص انتوا، بصوا يا شباب، احنا اول حاجه هنقول له ايه؟ هنقول له سيلكت، تمام؟ هنقول له اول، او مثلا نقول له ايه؟ مثلا طب تعالى كده نشوف بس الداتا اللي احنا عايزينها ايه. سيلكت اول فروم ريتيل، ونشوف كده احنا عايزين ايه من الريتيل. هنقول له مثلا احنا عايزين الكاستمر اي دي والجندر والبرودكت كاتيجوري. يبقى نقف كده على الريتيل اهو، كاستمر اي دي و جندر و برودكت كاتيجوري، صح كده؟ ده اللي احنا عايزينه يتظهر بس كده، تمام كده يا شباب؟ شيل العمدان اللي انت مش عايزه. تمام ماشي. وهنقول له ايه بقى؟ هنقول له انر جوين. انر جوين احنا عايزين اللي من هنا، اللي من هنا هناك، لا هنقول له برضه السيتي كمان، نقول له السيتي ايه اللي هيظهر؟ والسيتي، وبعد كده نقول له انر جوين. لا لا لا، احنا نقول له انر جوين. هنقول له انر جوين بايه؟ احنا عايزين نربطها بايه؟ بالاريا.
تمام انرجين بالاريا، وبعد كده نقول له ايه اون اللي هنربط بيه بقى، نقول له ايه نشتغل بقى. بدأ اول حاجه نقول له بالريتيل سيتي اللي هو الريتيل والسيتي بتاعته، ما هو ده الحاجه اللي مربوطه بيه، ريتيل دوت سيتي بيساوي اريا دوت ريجن. تمام كده وندي كده جاب لي كل اللي موجود في السيتي هناك. بقول لك تعالى بقى كمان نختار، نقول له بقى ايه المانجر، مش هنا في الاريا هنا اسمها مانجر اسمه مانجر، يبقى تعالى كده نشوف بقى المانجر هل بقى يظهر مانجر ولا لا. قال لي مفيش مانجر، قال لي الجزء ده كده اسمها ما اعرفش ايه الكلمه الغريبه دي. بص مكتوبه ازاي، بص جاب لي بص المانجر مكتوبه ازاي، مكتوبه بطريقه غريبه كده. فعرفت بقى ايه، قال لي بص جاب لي الداتا اللي انا عايزها وجاب لي قدامها المانجر من التيبل الثاني اللي هو اسمه اريا. خدتوا بالكم ولا لا؟ بس كده. طب في بقى حاجه ثانيه اسمها ايه، اسمها رايت جوين. رايت جوين نعمل كده، الرايت جوين برده نفس الكلام، برده جاب لي نفس الكلام برده هو بس لو احنا كتبنا الرايت جوين هتكون ريتيل ونعمل كده، لا كده غلط، لا هي تبقى في الاريا، لا هي صح كده، هي كده صح، بس هو بنسبه كبيره يا شباب. بصوا انا كده كده خلصت خلاص اهو كده. بنسبه كبيره كل الشركات دلوقتي بتشتغل بإينر جوين وليفت جوين بس، مفيش حاجه تاني. بس انا كده خلصت. بس انا عامل كده ستوب شير. انا فهمت احنا ليه بنستخدم الاف كيو ال، لان احنا مثلا لو احنا عايزين نعمل زي بلوك اب مثلا نطلع حاجه دي بلوك اب لو على مليون خليه يعطل الاستخدام، لكن على الاف كيو ال يبقى اسهل بكثير وابسط لنزل الداتا مثلا نعمل لها صح. انت بتتكلم صح، الداتا الاس كيو ال بيتعامل مع داتا كبيره جدا 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 وبتشتغل بسرعه رهيبه. الاكسل بيعطل شويه. الاس كيو ال جامد جدا في موضوع التعامل مع الداتا بكبر، بس اس كيو ال رخم رخم برده في حته ايه، اللي انت لو كتبت حرف غلط الدنيا كلها بتتشقلب. طب هو في معلش يا دكتور في مثلا اختصارات او يعني يعتبر حاجه نعرف منها المعادلات بتاعته تبقى جاهزه، مثلا عشان تطلع كذا كذا تعمل المعادله الفلانيه. طب ما احنا لسه قايلينه يا صابر، ما احنا لسه قايلين الموضوع ده، احنا لسه قايلين شات جي بي تي اهو. يعني لو انت دخلت على شات جي بي تي وقلت له بص اهو، بس هو لحظه واحده بس، هو الاس كيو ال يعتبر فانكشنال، يعني انت بتعتمد على القانون وانت اللي بتنفذه على حسب الداتا اللي عندك. هو مش حاجه مثلا زي الاكسل، هو مش حاجه جاهزه زي الاكسل مثلا هتدي امر معين عشان تحول الداتا، لا انت لازم تتعود على الاكواد دي شويه. هي خد بالك هي والبرمجه واحد يعني، بس على فكره صابر بس انا عايز بس اوصل لك حاجه. ال- 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 الحاجات اللي انا شرحتها لك دي حاجات الى حد ما لو انت قعدت ساعه واحده فيها والله هتفهم، انا مش بهزر. دي انا فهمناها منك يا دكتور، انا اصلا نطبق عليها على الشغل اللي عندنا يعني بس. افهمني يا صابر، يعني انا قصدي ايه، الحاجات دي سهله، مش يعني انت لو قعدت كتبتهم هم سيلكت وبعد كده كاونت تعد افريج تعد متوسط او تجيب متوسط وير اللي هو فلتر جروب باي اللي انت تجمعهم تحت جنب بعض اوردر باي اللي انت تعملهم زي سورت اف لو انت عايز تعمل الاثنين كونديشن كيس وين لو انت اكتر من كونديشن انر جوين ده زي الفي لوك اب. انت لو كتبت ايه يعني انت لو كتبت شات جي بي تي قلت له الفي لوك اب ايه اللي زيه في الاس كيو ال هيقول لك. فانا بقول لك والله كلهم بشبه بعض، كلهم بشبه بعض. يعني انت ممكن تقول له، انت ممكن تيجي تقول لي ايه مثلا، يعني ممكن تقول له ايه، يعني تقول له دلوقتي تقول له انا عندي جدول، انا عندي جدول للمبيعات. بص كده انا بكتب اهو دلوقتي وانا بكلمكم، انا عندي جدول للمبيعات اسمه ريتيل وفي عمود اسمه سيتي وفي جدول تاني انا عايز اربطه
في عمود اسمه ريجن. اربطه ازاي على لغه SQL؟ SQL بص انا هوريك بس هو ايه اللي جالي. بص انا هوريك ده. بص انا هوريك بس ايه اللي جالي، ايه اللي ظهر لي. انت شايف كده صابر؟ بص انا قلت له ايه، قلت له انا عندي جدول المبيعات اسمه ريتيل، وعندي واسمه وفي عمود اسمه سيتي، وفي كذا كذا. اربطه ازاي؟ قال لي عشان تربطه اهو الكود هيكون كالتالي: سيلكت اول ريتيل ار. ار ده يا جماعه اللي هو الالياس اللي احنا لسه قايلينه، اس كذا اس كذا. في الكود ده تلاقي في حاجه اسمها جوين او انر جوين او جوين الريجن بالسيتي اهو. ده اللي هيطلع لك في كل بيانات الجدولين، بحيث كل صف ريتيل يكون مربوط بالصف المناسب في الجدول الريجن. اتفضلوا يا جماعه. على فكره بجد بجد الكود دي ينفع نحفظها مثلا في الاس كيو ال، في مثلا زي سيف كده باخدها كوبي منها كل مره ما لا مش موجوده. ما تسجلها يعني، سجلها في مثلا حاجه زي كده. ما انا مسجلها يعني، على أنا يعني انا الشرح بتاعكم، الشرح بتاع المحاضره دي انا كاتبه اهو كده كله تحت بعض اهو، فعشان بس ابقى عارف انا بروح في انهي سياق بس مش اكتر. تمام. وعليك. انا كده يا جماعه انا كده خلصت. انا بحبكم في الله. يا لهوي النهارده اتكلمنا كتير قوي. فاتمنى ممتعه والله. انا بحبكم والله. انا بقول لك ايه صح يا يوسف، عشان بس انا بحب انا اتكلم معاك وكده. بص انا اوريك بس حاجه. انا لقيت برنامج جامد قوي. بص يا شباب، فاكرين الماكرو؟ الماكرو بتاع الاكسل. الاكسل والوورد. افتكروا رحمه، انت سامعاني يا رحمه صح؟ فاكر الماكرو بتاع الاكسل؟ تمام. في بقى برنامج جامد جدا اسمه ماكرو درويد. اسمه ماكرو درويد. بص بقى الماكرو درويد ده بقى عامل ايه بقى؟ هقول له الماكرو درويد ده اهو. بص اهو برنامج اهو. سامعاني يا مريم؟ عشان تبقي شايفاه، عشان انت بتحب انت برضو برامج دي. شايفين كده؟ تمام. الماكرو درويد ده بقى انا عامل بيه ايه؟ انا ساعات بصراحه انا عايش لوحدي عموما، يعني انا عموما انا عايش لوحدي. فانا بنام كتير قوي على سوره البقره وكده او القران عموما. فساعات بنام من كتر التعب فبنام خالص. ركزوا بقى في اللقطه اللي انا هقول لكم دي. ماكرو درويد ده انا عامل فيه ايه؟ انا رابط عليه بقول له ايه؟ الساعه 4 الفجر او 3 الفجر شغل لي سوره البقره وخليها لي على الصوت 30 او 40%، واختار له الملف واقول له شغلها لي على برنامج في ال سي. حد يعرف برنامج في ال سي اللي هو عامل زي القمع الاصفر؟ بالظبط. الفيديوهات عشان بيشتغل عشان بيشتغل والجهاز مقفول. فبقول له شغلها لي على الساعه على الساعه 3 او 2 ونص على 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 30 او 40% من الصوت على سوره البقره، وخلاص بقى دلوقتي بشغل. يا جدعان جامد جدا. انا يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني القران بيشتغل والموبايل مقفول، انا عامله زي وانت نايم اصلا. وانا نايم بالظبط كده. بالظبط. دي حاجه، ده خير يعني. وبقى حاجه تانية بقى افضل بقى. في بقى عليه من ضمن الحاجات الحلوه قوي ان انا بقول له ايه؟ لو حد كتب الباسورد غلط خد لي كابشن من الصوره الاماميه بتاعه الموبايل. يعني مثلا انت جيت مثلا كتبت باسورد غلط، يروح لقط صورتك. جامده جدا، جامده جدا ما شاء الله، جامده جدا. بقول لك يا دكتور، انت تعمل فيديو بقى صغير زي كده وتحطه على اليوتيوب واحنا نخش نشير. اسمه ماكرو درويد. عينيا اعملها لك والله. وفي اوتو باك اب، وفي حاجات حلوه قوي اسمه ماكرو درويد. ده يعني هبقى اوريها لكم فعلا، بعمل فيديو فعلا عنه. اسمه ماكرو درويد. ده جامد قوي. ده انت بتقدر تشغل عليه فيديوهات تحفه. بتشغل عليه قصدي عليه حاجات تدي له زي اوامر وهو يشتغل عليها لوحده. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور، تسلم ايديك. انا بجد انا تسلم ايديكم انتوا. ممكن اللينك اسمه ماكرو درويد، انا هوريكم بس الشكل لحظه. ماكرو درويد، ثواني بس اجيب لكم صوره كده. او ممكن لينك، هو متهيألي اللينك بتاعه هو على الجوجل بلاي اهو. اتفضلوا اهو.
انا بعته لكم على الله عليك. بص شايفين السرعه ماني يا عبد السلام طخ على طول. انا بعته لكم على الـ على الـ على السيرش على قصدي على الشات ما بيني وما بينكم. بجد بجد بصوا حتى اسمه ايه ديفايس اوتوميشن اللي هو يعمل لكم اوتوميشن. ماشي يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور حبايبي والله انا كده زي الفل قوي. انا يعني هضطر ان انا اقفل بقى كده خلاص. جزاك الله خير والله يعينك حبيبي يا صاحبي. الله يعينك حبيبي. شكرا قوي ليكم يا شباب وانا بحبكم في الله. ان شاء الله اشوفكم اخر محاضره يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. ماشي يا مريم؟ ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا ليكم. شكرا جدا ليكم ومع السلامه. باي.